عشر هنا من الجوهرة. أيها السيدات والسادة ألف مبروك ل... نهتم لأجلك يا وطن. اهلا بكم متابعينا في كل مكان، طابت اوقاتكم بكل خير، ورحب بكم في حلقه جديده لبرنامج عالم الصحافه، استعراض جديد وجوله صحفيه جديده من اعداد زميلي فيصل العصيمي المشرف على هذا البرنامج، ويساعدنا سعود القحطاني ومخرجنا عبد المنعم عاشور وكل الزملاء في الكنترول. تحيه خاصه مني انا محدثكم بندر الشهري، ورحب بكل الاراء من خلال ما يظهر امامكم في حساب البرنامج في تويتر أو على هاشتاج عالم الصحافة. نستقبل كل الآراء والاستفسارات والملاحظات. مجموعة من العناوين، مجموعة من القضايا والمستجدات في الساحة الرياضية، وقفة مع كل جديد في وسطنا الرياضي وتحديدا فيما يدور في فلك صحافتنا الرياضية. البداية مع العناوين. في صحيفة النادي، البرقان براءة ولوبز مستمر، أبو داود مشرفا على المنتخبات ومسؤولا عن عدد البطولات. وفي صحيفة اليوم، أسامة المولد آخرهم ومخاوف من استمرار غياب الوعي والثقافة لدى بقية اللاعبين، نجوم الكرة السعودية يتساقطون ضحايا في وحل المنشطات. في الرياضية، تقرير كامل عن الأوضاع التي يعيشها الرائد وعن منشآته المتعلقة فيه. هنا يقيم الرائد. في صحيفة اليوم، الاتفاق يعود لمنافسة الكبار من باب كأس ولي العهد، مشوار البطل يبدأ بالقادسية والأهلي أمام حاجز هجر. وفي الرياض، الرئيس يناقش المدرب على خلفية الدياني والكلثم ينضم إلى الشباب، هناك من يزرع السموم في الشباب والبلطان لم يخترق المدرب. في الوطن ومصادر الوطن، قرارات أهلوية حاسمة ستصدر بعد مباراة هجر اليوم، أجانب القلعة بين التصحيح وقناعات المدرب. كانت هذه أبرز العناوين المختارة من قبل زميلي فيصل العصيمي، إن شاء الله بنناقشها، وراح يكون لنا وقفة أيضا مع كل المستجدات الأخرى في الساحة الرياضية من مدينة الدمام من الساحل الشرقي. أرحب بالأستاذ عادل الملحم، الكاتب الرياضي والإعلامي المعروف، حياك الله أبو صقر. مرحبا أخوي بندر، مس عليك ومس على أخوي الأخ فهد الكلثم وعلى السادة المشاهدين. الله حيك أبو صقر، وسعيد بظهورك معنا في عالم الصحافة لأول مرة من خلال أول ظهور، وإن شاء الله يكون ظهور مثري لجميع المتابعين كما تعودنا أبو صقر. وأنا أسعد يا أخي بندر، بالعكس هذا الشيء يسعدني ويشرفني. الله حيك أيضا، ورحب بالكابتن فهد الكلثم اللاعب السابق لاعب نادي الشباب، حياك الله كابتن. أهلا، مساء الخير أستاذ بندر، مساء الخير مشاهدين، ومساء الخير على الأستاذ عادل، وإن شاء الله تكون حلقة يعني نثري الحلقة أنا والأستاذ عادل، لأن الأستاذ عادل معروف بطروحاته المتميزة، إن شاء الله أشكل أنا وياه إضافة للمشاهدين. الله حيك كابتن فهد. عد طبيعة المشاهدين لما يكون الضيف له فترة طويلة ما طلع أو ما طل من خلال التلفزيون يكونوا متعطشين متشوقين لما يطرح، يعني الأستاذ عادل من زمان ما يمكن، صح أنه إعلامي معروف لكن له فترة يمكن ما ظهر، وانت ايضا نفس الشيء، انت من العام الماضي انت اخر مره تواجدت معنا هنا في عالم الصحافه. في البرنامج ولكن لي مشاركات. صحيح. الخميس اللي فات كنت ظاهر، لكن معكم
زعلانين علينا وشغالنا، لكن احنا نحبكم. وانا بديت كذا مره عيدها، بديت معك يا استاذ بندر انت والاستاذ علي، انت فاكر الموضوع هذا، كنت بديت حبيبي. هذا البرنامج اللي قدمني الجمهور من جديد، وسعيد اني اكون دائما اشارك معك. يشرفنا كابتن فهد ابو صقر. خليني ابدا معك قبل ما نستعرض جولتنا الصحفيه، ابغى وصف منك لما يحدث في وسطنا الرياضي الان، سواء اعلام، جمهور، مجتمع رياضي كمنتمي له، كيف تصف اللي قاعد يصير الان في الوسط الرياضي؟ شفافية منزوعة الدسم. هذا افضل عنوان، ويعني انا اللي اتصور الان احنا وصلنا الى مرحلة، ويعني وكأن يعني الامور تمشي يعني بالركادة على قولة العوام، ما في مشكلة، اي حدث يحدث امر طبيعي، سواء مثلا متعلق بمنتخب، بإدارة، بلجان. استعرضنا قضايا قديمة في قنوات وفي برامج كثيرة، يعني تمتد إلى موسم كامل يمكن، والحقيقة والنتيجة ابدا يطبقون المثل العامي، كل اللي يصلح سيارته واخرها طبعا. ما ادري يعني اذا سمحت لي، يعني اذا كان في وقت، قضية اللي حصلت مثلا مع لجنة الاحتراف وال يعني القرار اللي استمعنا اليه امس ببراءة الدكتور عبد الله البرقان. طبعا انا ماني هنا طبعا ضد البرقان ولا مع البرقان، او اني مطلوب مني اني ابرئ الدكتور عبد الله او اني اجعله هو يعني الشخص اللي اذنب او اللي اخطا، ولكن في امور الحقيقه مرت علينا في الاربع الخمس ايام الماضيه يا اخي تجعلنا نقول ونردد خبد، وضعنا على اطمام المرحوم، ما في شيء ولن يتغير شيء. يعني بكل بساطه وبكل يسر، الاخ عبد العزيز المريسل وهو طبعا من يعني اثار هذه القضيه، والحقيقه اللي انا شخصيا يعني من هالمنبر ارى انه يمكن اهم حدث انا وجهه نظري مر في العشر سنوات الماضيه ما قدمه الاستاذ عبد العزيز المريسل في هذا القضيه، وما لا شفنا يعني انه كانه ينتصر لرايه، هي قضايا طرحت، وفي الاخير يعني نتفاجأ بالامس انه والله الاتحاد السعودي يقر ببراءه البلطان. انا اسال اسف البرقان، انا اسال سؤال الحقيقه، اولا يعني الان اولا الاستاذ عبد العزيز المريسل بعد ما قدم هذه الاوراق واستدل بشهود من لاعبين ووكلاء سمعنا اليهم، في المقابل الطرف الاخر ما 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 شفنا شيء يعني قدامنا احنا كاعلاميين او كرياضيين يعطينا يعني فعلا على الاقل يخطئ ما قدمه الزميل او الاستاذ عبد العزيز المريسي. الان السؤال المهم الان، انا يعني حسب ما ورد لي علمي يعني الان، هل اطلع اعضاء الاتحاد السعودي كرة القدم على الاوراق اللي تقدمها البلطان امس؟ هذا واحد. يعني انا ما ادري، انا وصلني علم، انا لا اجزم، البرقان وصلني علم البرقان. اي انت قلت البلطان ابو صقر، معليش يمكن لا زال ابو الوليد في لا ذاكرة. عندنا موضوع البلطان. فانا اقول هل ما الاوراق اللي قدمها الدكتور عبد الله البرقان قدمت الى اعضاء الاتحاد السعودي، بمعنى انهم اطلعوا عليها؟ انا ما اجزم بالخبر، لكن انا وصلني علم ان اعضاء الاتحاد السعودي لم يطلعوا على هذه الاوراق وحيثياتها. هذا طيب واحد. طيب ليش نستعجل يا ابو صقر؟ احنا ننتظر البيان المفصل اللي بيصدر من الاتحاد السعودي في هذه القضيه تحديدا. كلام جميل، بس انا ابي اكمل الجزئيه. تفضل. انا اقول قبل ما نتحدث عن اعضاء الاتحاد السعودي كره القدم وهل اطلعوا ام لم يطلعوا، الان القضيه بين أصبحت إذا كانوا يرون يقولون بين طرفين، هي مو بين طرفين. ومن ادعى أنها خصومة بين النصر وهلال، هذا الإنسان بصراحة يهرب ما لا يعرف، والدليل أن المريسل ثاني نادي أدرجه هو نادي النصر، وإلا كان بالإمكان يقول أنا لا والله النصر هذا فريقي مفضل وأنا لا أتحدث عنه. الآن السؤال يطرح نفسه، المريسل قبل أربعة أو خمسة أيام قدم الأوراق واستشهد بقضايا معينة، الفريدي، القرني، فلان، الحمدان، لماذا احتاج الدكتور عبد الله او اعضاء اللجنه لثلاث ايام او اربع ايام كي يردوا على ادعاءات او ما طرحه عبد العزيز المريسل؟ كل هالوقت هذا اخذ ليه؟ يا اخي انا واحد زائد واحد اثنين، الان انا مع الاستاذ
فهد الكلثم وفي الرياض وأنا في الدمام. الآن لو أنا جيت وقلت فهد الكلثم بصراحة لم يشارك في 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 الشباب في موسم 1408، هل يحتاج فهد الكلثم 3-4 أيام حتى يخرج في برنامج أو عبر وسيلة إعلامية أخرى ويقول أبداً أبو صقر ما عنده سالفة أنا شاركت؟ أنا أعتقد إذا الرجل واثق من نفسه وقادر في الحال فهد الكلثم يقول أبداً يا أبو صقر أنت غلطان، أنا شاركت في موسم 1408 وعندي ما يثبت هذا الأمر. اللي إحنا شفناه إن الجماعة ناموا ما استمعنا لشيء، يعني ورود يعني الفهد طيب. يخرج القرني ويتحدث، يخرج فريدي ويتحدث واللجنة نائمة. وبعدين نتفاجأ بالأمس أنه أبداً براءة البرقان نعم وما نسبه المريس طيب. هذا خلاص هذه أمور الحقيقة أنا أعتقد يعني ما أعتقد أنه إن إحنا وصلنا الحل. طيب واضح أبو صقر وسنتواصل نعم. وسنتواصل معليش بس وسنستمر سنستمر من جرف لدحديرة يا أخوي بندر على الحالة أبداً. مثل لا مسك سؤال قضية المدرب معليش قضية المدرب المنتخب عندنا عنوان أبو صقر من اللي تسمح لي من اللي من اللي من اللي ناقش زكي الصالح بكل جرأة عندما خرج الأستاذ زكي الصالح وقال بالحرف الواحد أبداً ما ذكره غير دقيق لوبيز غير صحيح قال غير دقيق ما قال غير صحيح قال غير دقيق أبو صقر لا 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 طيب. على فكرة طب اسمعني اسمعني عندنا عنوان عندنا عنوان عشان ما نحرق الأوراق أبو صقر بس 10 ثواني بس تفضل. على فكرة أنا ما عندي مشكلة وأخوي زكي جريء أنا قابلت زكي الصالح قبل ليلتين وقال كلام بصراحة نفس الكلام اللي أنا أقوله قال ما عندنا مشكلة ولا عندي مشكلة بأحد وأنا إنسان أما أخاف الله سبحانه وتعالى الرجل يعرف ما قال دقيق قال الرجل يعرف التقرير اللي قدمناه والدليل أنه استعان بالكسار بديل للعنزين فما قال طيب وين الاتحاد السعودي طيب. وين الاتحاد السعودي ناقشنا في هالأمور طيب. أبداً طيب نتوقف عند هالنقطة نتوقف عند هالنقطة أبو صقر إذا سمحت لي عشان عندنا عنوان كامل استعرضناه ويمكن أنت شفته معنا قبل شوي في صحيفة النادي وعن آخر اجتماع أخذ رأي الكابتن فهد فيما يدور بشكل مختصر لو سمحت باختصر جدا لو أعطيتني فرصة ترى بيزعلون الناس كثير وهذا اللي إحنا ما نبغاه اليوم بصراحة يعني لدرجة الملل أنت وتسألني الخروج والتأخير حتى أستاذ عادل ربما يعني كنت أتكلم دائم على فترات معينة تمر في الكرة السعودية وتقول ممكن هذه تعدي إن شاء الله نفكر في المستقبل أو الجيل القادم عشان إحنا نربي مشجعين يشجعون الكرة الحقيقية داخل الملعب لكن بكل أسف إحنا قاعدين نهيج الأطفال نهيج الشباب نهيج الجمهور الرياضي من الآن يعني للأسف ما أدري جيلنا والجيل الموجود الجيل القادم ممكن يستمر على الوضعية اللي قلت لك لدرجة الملل هناك بعض الإخوان الله يهديهم أصحاب البرامج هدفهم هذا الشغل هذا مرات أقعد أتكلم مع نفسي وأقول أنه ما تلوم الإعلامي الإعلامي يبحث عن الخبر يبحث عن الإثارة يبحث عن برنامج يكون نسبة مشاهدة بشكل كبير ولكن بكل أسف على حساب الكرة السعودية الكرة السعودية تأن الكرة السعودية مصابة الكرة السعودية تعبانة بصراحة ونحن نتكلم ونحن نتكلم خارج الملعب ما في والله على حساب الكرة السعودية هذا اللي صاير هذا اللي حاصل الإعلام أمانة الكلمة أمانة ولما تنقل الكلام لابد أن يكون في مصداقية وشفافية يعني أنا ما أدافع عن الزملاء أنا أي مادة إعلامية تجيني أشوف أنها فيها حتى لو فيها انتقاد لكنها في الإطار العام وأنا إيش قلت لك أنا إيش قلت لك قلت لك ما لومه يبحث على إثارة يبغى ينجح برنامجه هذا لما نتكلم بالجانب إنه مصلحتهم إنه يعمل كذا لكن احنا نسينا العمل الفني نسينا العمل الفني ومع ذلك ترى زايل مع ذلك زايل سيبقى العمل الفني او سيبقى العمل اللي احنا ننتظره اكيد بيكون هو الباقي هو الاساس احنا ما قصرنا نتكلم عن وش المطلوب وش المفروض نسوي يعني كلها صارت صراعات صراحه خارجيه خارج الكره يعني صراعات في المكاتب بامانه كنا نتكلم قبل سنتين صراعات بين رؤساء الانديه والملعب العطاء فيه سيء الكره اكثر وقتها برا في الاوت والملعب ما فيه عطاء فني عالي الان نفس الشيء تطور الى صار الصراع بصراحه زي ما قلت لك انا باختصرها جدا نعم. يعني بصراحه بشكل ممل يعني اتمنى ان احنا نتكلم في اسماء اعلاميه ما شاء الله لهم خبره ولهم باع طويل في المجال الرياضي نستفيد من خبرتهم بالتوجيه وتنوير والعمل على يعني العمل بتطوير الكره اقصد العمل الفني للرقيب بالاداء الفني ولكن بكل اسف اشوف انه لا احنا مقصرين في الجانب هذا ومشعلينها في مكان غير في المكان الغير المناسب. طيب قبل ما انتقل عنوان اول مجموعه من التغريدات سيل كبير ترحب ب
الأستاذ عادل ملحم معنا في برنامج عالم الصحافة، وأيضا الكابتن فهد الكلثم، حسين السيد، أبو سلطان صراوي تيمة، شموخ النصر، منور البرنامج أبو صقر، أبو سلطان، عمر، يستاهلون ضيوفنا، احنا نتشرف فيهم ونعتز فيهم، سواء الأستاذ عادل ملحم أو حتى فهد الكلثم. ننتقل لعنوان أول من صحيفة النادي. وبعد نتائج اجتماع الأمس، البرقان براءة ولوبز مستمر، أبو داود مشرفا على المنتخبات ومسؤولا عن عدد البطولات. طبعا بعد اجتماع دام لأكثر من 6 ساعات، صادق مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم على التقارير المقدمة من لجنة الاحتراف أوضاع اللاعبين الخاصة بالجدل والنقاشات والادعاءات تجاه اللجنة. اطلع المجلس على كافة الأوراق الرسمية والثبوتية التي تؤكد سلامة الإجراءات وقرارات اللجنة عبر تقرير كامل ومفصل من رئيس لجنة الاحتراف الدكتور عبدالله البرقان، موثق به ما تم من عمل خلال الفترة الماضية من قبل اللجنة، إضافة إلى ما تم مناقشته في جانب عمل اللجنة في مختلف وسائل الإعلام. أيضا وافق المجلس على إنشاء لجنة توثيق بطولات الأندية الرسمية، وذلك بعد اللغط في الوسط الرياضي والنقاشات الجانبية في عدد البطولات المسجلة، على أن يترأس اللجنة الدكتور عبد الرزاق أبو داود، وأيضا عضوية اللجنة أو عضوية عضو لجنة المسابقات لإحصائيات كرة القدم نعيم البكر، بالإضافة إلى شخص ثالث يحدد فيما بعد. أيضا قرر المجلس إعطاء الثقة وتجديد الثقة في السيد لوبيز مدربا للمنتخب السعودي الأول حتى نهاية بطولة كأس الخليج. أبو صقر، كيف تقرأ كل هذه القرارات التي خرج بها المجلس؟ أنت ذكرت قبل شوي أن المجلس لم يطلع على البيان اللي أو على الأوراق اللي قدمها الدكتور عبد البرقان. الآن في الخبر مع زميلنا فيصل الطويهر أحد منسوبي الرئاسة العامة وقريب من الشأن، ذكر بأن المجلس اطلع بشكل كامل ومفصل على التقرير الذي قدمه البرقان. طيب أنا ما عندي مشكلة، أنا قلت لك إياها قبل قليل، أنا وصلتني معلومة. طبعا الأخ بالنسبة لي أنا لا أعرف هذا الرجل، والعملية الآن أصبحت سهلة، إذا كانوا هم أصلا من أول في بعض البرامج وبعض المحللين حولوها لنصر وهلال، فأنا أتصور أن العملية سهلة، أنه يخرج من يخرج ويقول لا ترى اطلعوا وما اطلعوا، هذا علم عند رب العالمين في الكواليس. لكني أنا ودي أقول شغلة، كيف يكون موقف الدكتور عبدالله البرقان سليم وبندر القرني وعبد الوهاب، أنا بأذكر أسمائهم، وعبد الوهاب الفريدي وفهد الحمدان واعتراف البرقان نفسه بتحويل الحساب الشخصي، كيف يعني كيف الآن كيف نصادق يعني على كلام الآن عبد العزيز المريتل؟ هذا الكلام ذكره، أنا بس جزئية واحدة ودي يعني أتأكد منها، وأتمنى من الأستاذ أحمد العيد، وأنا هذا الرجل يعني بكل أمانة أعز هذا الرجل وأقدره وأحترمه، لأنه فعلا أنا أرى أنه ممكن تتطور الكرة السعودية أو الاتحاد السعودي كرة القدم على يده، إذا ابتعد عن الضغوطات والكلام اللي يعني يطلع من هنا وهنا. أنا أقول يا أستاذ أحمد عيد، الآن بس نبقى نمسك جزئية واحدة، ويا أعضاء الاتحاد السعودي كرة القدم، يا من ذكر الآن أنكم اطلعتوا، كيف الرئيس لجنة يحول من حسابه أو يستلم شيكات؟ وطبعا الرجل تكلم وقال قال نعم أنا عملتها وسأعملها مجددا، وهذا الأمر أنا أعتقد أنه لا يمكن يقبل، ما في أحد مسؤول في هذا يعتبر الآن يمثل جهة حكومية رسمية يعمل هو رئاسة عامة آسف الاتحاد السعودي لكرة القدم، هذا الأمر لم يسمع فيه من قبل، والآن الرجل والآن يأتي من يأتي يقول ناقشنا. أنتوا يا أعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنا أبقى واحد منكم الآن يطلع ويكلمنا ويناقشنا، كيف إيش رأيك في هذه الجزئية؟ أنا متأكد يا أخوي الغالي أنه لو أنا أقول للأسف الشديد ما زلنا نعشق الكرسي وما زلنا نعشق المنصب، وبالتالي كأنه يقول أنا خلنا ساكتين وبس، لكن أنا متأكد أنه سيخرج من يخرج يقول لا والله ما أقدم عليه الدكتور عبد الله البرقان خاطئ. وعلى فكرة يا أخوي بندر، ترى لا غير لو طلع الدكتور عبد الله البرقان وقال إحنا عندنا جملة من القضايا. طب هذا اللي حصل أبو صقر تقريبا، خليني أقول لك ترى اجتماع مرتب له مسبقا، الاجتماع ما هو يعني وليد لحظة أنه صارت مشكلة وقضية، الاجتماع مرتب له مسبقا، هذا واحد. ثانيا البرقان وضح في أكثر مرة أبو صقر أن هذا الاجتماع وأن هذا التوضيح لكل الأمور المتعلقة بلجنة الاحتراف وليس فقط لهذه القضية،
يعني ما قصده انه ما هو طالع عشان يرد على المشاكل او اللي قاعد يصير او اللي يثار حول اللجنه، هو الان فقط يبغى يوضح للراي العام جميع الاشكاليات. اخوي بندر، اخوي هو طلع، هو طلع وتكلم في المؤتمر الصحفي اللي كان مفترض في البدايه انه ينقل عبر الاثير، وفجاه بقدره قادر لا نعلم ماذا حصل، و يعني حجب هذا النقل. الرجل تكلم عن جزئية أنا وجهة نظري غير منطقية وغير مقبولة، وأنا أتساءل وأسأل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ أحمد عيد، يا أستاذ أحمد عيد الآن عبر المنبر، هل يعقل ما قال الدكتور عبد الله البرقان عن قضية تحويل حسابات شخصية؟ هل هذا الأمر قانوني؟ هل هذا الأمر عندما يذكر الدكتور يقول في عضو شرف رائدي أودع أعطاني مبلغ على أساس إني أسدد للمجموعة، طيب على أساس إني أسدد وطاء للمجموعة من اللاعبين، هل هذا الأمر إحنا نعتبره قانوني؟ يا أخي بندر، تحدثنا مع ناس كثر والله قانونيين ما لهم دخل بالرياضة، الكل مستغرب فقط من هذه الجزئية. لكن نجي الآن تقول أنت قضية الاجتماع الاتحاد السعودي اللي كان معد من قبل، كان معد من قبل، يا أخي كانت العملية سهلة. القضية الآن في المؤتمر، في المؤتمر الصحفي اللي ما سمعنا فيه لشيء إلا لأسئلة توجه للمراسل، هل أخذت إذن من الاتحاد السعودي؟ والله بعد مصيبة، بعد أنا كإعلامي الحين عن اسمي عادل الملحم، عندي بكرة قضية المدرب أبغى أتناولها، هل يبقى أو يرحل كوجهة نظر إعلامي كما ذكر أخي فهد الكلثم، لازم أرفع السماعة وأكلم مثلاً زكي صالح ولا عدنان معيبد، يا جماعة أنا بكرة بتكلم عن البيت، شو رأيكم يا أخي؟ أتكلم ولا ما أتكلم؟ وصلنا لمرحلة إحنا قاعدين بكل صراحة وجهة نظري أن الجماعة يبون يهدون الأمور، وإلا إذا كان هم يرون أن المريسل فعلا أخطأ وما قدمه كله أكاذيب وما قدمه، والكلام اللي طلع فيه الفريدي لم يصدق، أيضا الحمدان والرسائل اللي ذكرها كلها هراء ولا أساس لها من الصحة، فأنا أعتقد أنه في هذه الحالة عجز المريس المذنب، ولكن نعم. الجماعة أبداً جماعة اجتمعوا طيب. وأغلقوا على نفسهم وخرجوا بهذه النتيجة، البرقان ذا وخلاص وخلونا، لا البرقان نعم. ولا غيره، لا أحد يتعرض أحد في أعضاء الاتحاد السعودي كرة القدم، لا من لجنة المسابقات لا من جدول لجنة الاحتراف أو لجنة حكام، خلاص هذه الجماعة منزهين عن الأخطاء وحنا انتخبناهم، والوعد إن شاء الله بعد 4 ولا 5 ولا 6 سنوات إذا انتهوا ننتقل. واضحة. طيب كابتن فهد، ما تشوف أن الموضوع بصرف النظر عن أطراف القضية، أنا أتكلم عن الرأي العام، أن الموضوع يعني تدخل فيه الميول بشكل كبير، انقسام صفين ما بين هلاليين ونصرويين؟ طيب أستاذ مندر، أستاذ عادل ما قصر، أنا أسألك يعني الموضوع كمحايد يعني هو زي ما تقول أنت، واضح هذه رايحة واضحة يعني زين، بس خلاص أستاذ عادل ما قصر، كلامه جدا مقنع، ما بتجاوزه بتكلم إذا تسمح لي، أنه هو البرقان، براءة البرقان ولوبيز، تكلم عن نعم. لوبيز على استمرارية لوبيز، موضوع مهم لوبيز نعم. يعني أنا ما أدري مدربين التصبيرة، أنا أشوف أنه ما ينفعون يعني ما أدري، معليش على اللفظة هذه، ولكن يعني العام النصر وانت تشاهد فريق النصر تشعر في منهجيه، في عمل، كيف يسجل النصر اهداف، كيف يدافع، تشعر حتى لو انهزم النصر، لو تعادل تشعر فيه. الان الهلال نفس الفكره، الهلال مع المدرب الهلالي هذا ريجي كام، تشعر انه في عمل، في منهجيه، في فكر داخل الملعب. بصراحه لما تشوف المنتخب يلعب والله ما تشعر فيه، ما ادري شو، ما ابغى يعني اغلط يعني واتكلم كلام مو كويس، ولكن ليش على لوبيز؟ ليش استمرار لوبيز؟ يعني الرأي العام يا أخي ترى يفهمون، الجمهور يفهم يا أخي، الإعلاميين يفهمون، يعني كل هؤلاء لا يفهمون. ومن اللي ضايقني أكثر أستاذ أحمد عيد، يعني أنت لاعب دولي مارست كرة القدم، وأنا استبشرت خير لما يكون على رأس الاتحاد كرة القدم شخص ممارس، وكنا نطالب منذ فترات كبيرة أنه يجب أن يكون من يلعبون كرة القدم هم من يعملون داخل يعني مثلا اشراف ابو داود واشراف خالد الزيد على الفئات السنيه، يعني لاعبين كره يفهمون اكثر من لما تجيب واحد اداري ناجح ومتمكن، لكن غير اللاعب الكره. لوبيز يعني انا ما ادري غير مناسب للمنتخب، ما ادري ليش تستمر عليه يا اخي، يعني انت السعوديه المنتخب السعودي يحتاج، انا توقعت مثلا يعني حتى لما الناس بدات تتكلم ما خسر معه ترى، ما يا اخي عشان ننصف الرجل، ما في المباريات الرسميه لم يخسر معه، انت تتكلم عن اداء فني، اذا مشت معك مره ما راح تمشي معك كل مره، وبعدين ترى منتخبات قويه، الصين، العراق. يا بندر
أنا تكلمت قلت لك تو النصر كان عام مثل كان يقنعك داخل الملعب، والآن الهلال يقنعك. وش قصدي؟ ما قلت النتائج، قلت لك لو انهزم النصر أو تعادل مقنع الهلال. تتكلم عن القيمة الفنية داخل الملعب، تشعر في منهجية. إذا في مدرب يا أخي أنا يعني ألعب مع المدرب إحنا بين الشوطين وقبل المباراة ويشرح الأداء يعني الخطة وش نسوي داخل الملعب، إحنا كلاعبين نفهم هذا المدرب عنده ولا ما عنده، يعني يعرف يغير مجرى المباراة بين الشوطين. أنا المنتخب يعني سواء مع فريق قوي أو في مباراة اللي فاز فيها وكلنا باركنا واستبشرنا خير، ما كان مقنع فنيا، ما كان يعني ما في بصمة للمدرب. أنا استغرب ليش استمرارية، هل يعني هل القيمة يعني إنه رخيص، هل يعني يوم كان في ريكارد كنا نقول اسم وفي تخبصات قسم الشارع عليه مشى، طيب أنت مرة فوق وبعدين تنزل تحت، لا ما يصير. يعني أنا استغرب ليه الاستمرار على هذا المدرب. طيب يعني هل هو مفروض بالقوة أنه يظل مدرب؟ طيب يا أخي زي ما قلت يعني الرأي المين، أنا نفسي أفهم من الرأي، حتى في اختياراته نفسي أفهم من الرأي. يعني في أسماء يعني مرت علي الحالة هذه كثير وأنا ألعب كورة، لا تقنعني أنه فلان ما ينفع وفلان، يا يعني انك انت تتكلم يعني حتى واضح انه في خفايا في اسرار، ما ادري يعني مدرب مو مقنع، مدرب مو مقنع حتى في اختياراته. تجاوزها يمكن فتره قصيره، اذا تجاوزها يا الى من هنا لبطوله الخليج فتره قصيره ما يمديهم يجيبوا مدرب. انت دائم مشكلتنا احنا لين طامه ونخسر ثم نبدا نغير. احنا كلنا نتكلم، يعني قلت لك في جمهور الرياضي ما شاء الله تقابله يحلل لك بالملي يفهم وش قاعد يصير. يعني مش معقول انه يا اخي كلنا نحب الوطن وما نساهم، يعني احنا نتكلم مو فريق الحين الشباب ولا الهلال ولا النصر، نتكلم على وطن ما في منهجيه داخل الملعب. اذا انت تنتظر بالبركه كره طويله ويجي لها مدافع تسجل هدف، اذا تلعب مع فريق ضعيف جدا وتفوز عليه، لا تجاوزنا المرحله يا سلام عليك. اذا بتكلم يا اخي استراليا حللناه وانهزمنا باربعه اللي فيه كاس العالم، رجعنا يا شيخ في دقيقتين، يعني بمجهودات اللاعبين، مجهودات اللاعبين انت حاولت، لكن كعمل فني داخل الملعب والله ما فيه. اتمنى اني انا خلاص مستمر، وهذا يعني احنا ما نسلم، لكن انت ضد استمرارا. اي تتوقع اسوء الاحتمالات مع المدرب هذا. طيب على هاشتاج عالم الصحافه ابو الجوري يقول طالما تاكد الاتحاد من براءه البرقان كان من باب اولى التحقيق مع مريسل ومعاقبته. السنيدي يقول يا ريت نقاش حول الحكم النفيس، احنا عندنا موضوع عنوان عن هذا الموضوع وعندنا ان شاء الله نقاش بنفصل فيه. عمر طيب شكرا. ابو سلطان يقول بعد ان ظهرت براءه البرقان يجب على من اتهمه بخيانه الامانه ان يقدم له الاعتذار وبدون تأخير. مجاهد العتيبي يقول لك يا أبو صقر أحسن النية يا أبو صقر. لا إن شاء الله ما دخلنا في النوايا، إن شاء الله إحنا نتكلم عن أمور ثبوتية، عن طبعاً طلعنا أوراق. إحنا اجتمعنا، إحنا والله لا أنا الدكتور عبد الله برقان أكن لك كل ود واحترام، قابلته مرة واحدة في حياتي. أنا أتكلم هذا الرجل شخص يا أخي إحنا نعرف إنه الإنسان يصيب ويخطئ، ما هو بعيب على فكرة ترى إني أن أنا والله أخطأت ولا تجاوزت ولا عملت ولا شيء. المسألة ما هي مكابرة، ما هو إني أنا والله أنا أجي أقول إحنا اللي قدامنا أمور شفناها بالعقل والمنطق. خرج لاعب يقول أنا ما استلمت، خرج وكيل أعمال أو فهد الحمدان يقول نعم هذه الرسائل أرسلها لي، خرج الدكتور يقول نعم أنا سلمت حسابي الخاص واستلمت. هذه احنا بس الامور اللي احنا نناقشها، وهذا الامور اللي قدمها الاستاذ عبد العزيز المريسل. احنا نقول شغله واحده، الان ننتظر، الان باقي ننتظر الان النتائج الاخيره، وبالتالي اللي ترد بالاوراق والاثباتات. يعني على سبيل المثال اذا الفريدي يقول والله انا ما استلمت مثلا، وتطلع ورقه انه والله موقع الفريدي هذا انه والله انك استلمت، هذا انا اعتبرها مصيبه. او انه مثلا الموضوع فهد الحمدان او البندر القرني او اي لاعب. صحيح احنا الان نتكلم، لكن الخوف يا اخوي بندر من هالكلام انه لا ابدا اجتمعنا وخلاص والامور كذا. لكن هذا ابو صقر عشان حتى نكون منصفين، هذا لا يلغي تميز لجنه الاحتراف واشدنا فيها كثيرا الموسم الماضي بقياده الدكتور عبد الله البرقان، ايضا لجنه المسابقات يمكن تكلمنا عنها كثير، لكن اللغط لا مسابقات لا المسابقات وين انا اتكلم عن السنه الموسم اللي راح والموسم هذا بعد ذلك لجنه الحكام والانضباط اللي كان عليها اشكاليه. المسابقات هذه مسابقات لها ملف جديد لازم نفتح اليوم لو خمس دقائق. انا اتكلم ابو صقر عن فقط طالما ان حديثنا عن لجنه الاحتراف لا يمكن ان نلغي كل الاعمال الايجابيه اللي قدموها. أكيد. وإن كان هناك إشكالية في هذه القضية تحديداً إحنا ما ندري عن صحة هذه الإشكالية، عن مدى صحتها ما ندري، ننتظر البيان المفصل. لكن إحنا نقول
في ايجابيات وفي سلبيات، ليس أكيد. فقط ليس فقط في لجنه الاحتراف، في جميع اللجان العامله. أخي بالمناسبه امس كان معنا الاستاذ احمد المصبيح، كان متواجد هنا مكان فهد الكلثم، وانت تعرف ابو تركي قريب من اعضاء الاتحاد السعودي لكره القدم، وصف الوضع اللي قاعد يصير بالربكه، بالفوضى، بالعشوائيه اللي قاعده تصير داخل اروقه الاتحاد السعودي لكره القدم، وانه لا يمكن باي حال من الاحوال ان نتطور طالما ان هذا الوضع هو اللي قائم الان في الوضع الحالي. عرفت الحين يا استاذ بندر، هذا الاستاذ احمد المصبيح اللي تكلم، هذا ما يروي داخل اروقه الاتحاد السعودي لكره القدم. احنا نقول لجنه الاحتراف او اي لجنه، نعم لها ايجابيات ولها سلبيات، احنا فقط تحدثنا عن لجنه الاحتراف في هذه الجزئيه اللي لولا الله سبحانه وتعالى ثم عبد العزيز المريسل لظل طيب. خلف الكواليس ولا حد درعنا. لكن عندي بس شغله بالنسبه لجنه المسابقات، اتمنى ان احنا ناخذ فيها نرجع لها بصق ان شاء الله اذا في وقت نرجع لها. لكن خليني اسالك قبل ما انتقل للعنوان القادم عن قرار انشاء لجنه فريق عمل لتوثيق عدد البطولات، ترى بأن خطوة مهمة كان يبحث عنها المجتمع الرياضي؟ اي طبعا اكيد، بس لحظة، من هي اللجنة؟ احنا ترى ابتلينا في السنوات الماضية، معليش يعني تأتي لجنة ما وتطالع، ونتحدث الآن عن الميول، نتكلم بكل شفافية. لا هي برئاسة الدكتور عبد الرزاق ابو داود. نتمنى له التوفيق، هذا اللي اقول، وان شاء الله انه الدكتور عبد الرزاق، اولا نبارك له من هذا المنبر على هذا المنصب، هو رجل كفؤ وانا رجل تربطني به علاقه يعني بسيطه، ولكني انا اقدر هذا الرجل واحبه واحترمه، ولكن اللي اقوله له من هذا المنبر، يا دكتور رجائي الخاص، يجب ان تكون انت الرقيب على هذه اللجنه، لان ترى امانه. اما قضيه انه والله خمسه سته انفار يجتمعون في غرفه زي ما يحصل في المسابقات في الدور الاول، وترتب الجدول، يوضع هالنادي يلعب 10 مباريات يوم السبت وهالنادي يوم الجمعة، هذا أمر ترى غير مقبول. احنا نتكلم وقعنا في مآسي، وحمد الصنيع غرد تغريدة حلوة، قال ما وقعنا فيه في الدور الأول سنة الأفاف في الدور الثاني، واحنا الآن ننتظر الدور الثاني هذا الثلاثي، ماذا ستصنع لجنة المسابقات؟ لذلك أقول يا دكتور أنت الرقيب عليهم أمام الله سبحانه وتعالى. عدد توثيق عدد البطولات موضوع مهم وحساس كابتن فهد، بالنسبة للأندية خاصة اللي عندها يمكن إشكالية وعدم وضوح في عدد البطولات. هذا اللي نكلمت في البداية، يعني عدد البطولات يجب أن لا تشغل الرأي العام، هناك يعني مجموعة الحمد لله الله يعطيهم طولة العمر، يعني بذكر مثلا محمد جمعة الحربي واللي في وقته في عمره، في جدة موجود، في شرقية موجود، في الرياض موجود، يعني أكيد في أسماء عاصرت من بداية الكرة في السعودية، لديها من العلم ما يكفي عن أي واحد يعني بالزمن، يعني في الأربعين خمسين سنة اللي الكتاب، يعني هؤلاء اللي ذكرت على رأسهم محمد جمعة قادرين في المكاتب، صلح أمورك، صلح بدون أنت ما تشغل فيها الرأي العام، يكون مقنع للجميع، يعني خذ وقتك صلح في أمورك، ومن كل فريق أكيد بيكون في متحدث أو شخص عاصر الأندية وطلعها بسهولة. ليش إحنا نشغل فيها الرأي العام؟ هذا أنا دائما أفكر فيها، في أمور ما أدري ليش إحنا نشغل فيها الرأي العام. يعني هذا اللي لما قلت لك في البداية، بس هذا موضوع كان الجميع يبحث عنه كابتن فهد، قلت لك بحل يعني سهل، في حل في سهل في الآن بعض الجماهير شريحة كبيرة ما هي عارفة كم عدد بطولاتها. طيب إحنا نسوي من لا شيء أشياء، هذا قلت لك بكل سهولة حله، يعني في أسماء، يعني لما تجيب اسم من اللي عاصروا أكيد يعرف لك أسماء فلان وفلان وفلان حاضرين حتى التمارين، في ناس رجل كان تحضر حتى التمارين الله يعطيهم الصحة والقوة، في ناس لازال ذاكرتها قوية يتذكر كل شيء. بالأمور هذه ابعدها عن الوضع بدون إحنا ما نتكلم فيها وناخذ ونعطي، في خلال فترة تقدر تطلع النتائج والجميع راضي والجميع مقتنع فيها بدون ما تعطي الفرصة للي ما يعرف. مثلا أنا ثاني ما أقدر أجي أفتي فيها، وفي ناس كثير يجي يفتي وهو ما يعرف إلا يعني أشياء اللي عصرها أو اللي حد قال له. أساس كذا قلت لك حلها سهل، يجب أنت تبعدها، وأصلا ما يكون في مجال أنت تعطيها فرصة للطرح إنه يأخذ فيها. نعم. الكلام يكثر فيها. تفضل أبو صقر تفضل. معلش أنا أولا أعتذر مقاطعة أخوي. لا خذ راحتك. أنا راسي أرجع راس سالم. أنا كلمة قالها جميلة عندما ذكر جمع الحربي، أو نتكلم عن الأستاذ أحمد خالد مصيبيح ومجموعة طبعا المميزة والكبار في السن اللي عاصروا. الحين تدري إيش مشكلتنا؟ من اللي يحصل بطولات؟ اللي يحصل بطولات جيل أبو 22 و23 سنة. هذا اللي نقصده. أنا ما احترامي لك أنت، أنا بسألك سؤال، عندما يأتي أبو 23 سنة ويذكر يقول لك كأس كذا 1389 هجري، أنا أبغى أعرف
انت منين لك المعلومه ذي؟ منين جبتها؟ فرو جوجل ولا الو؟ ترى انا خالي التاريخ يا ابو صقر. التاريخ منين؟ التاريخ حبيبي مسجل موثقه هذه بالتاريخ. ممتاز ممتاز. اذا جاء هو وتكلم بهذا الموضوع بعدين الدكتور عبد الرزاق ابو داود. اسمح لي ابو صقر، الدكتور عبد الرزاق ابو داود اللي هو الرئيس اللجنه، ما اعتقد انه من الجيل اللي انت وصفته ابو صقر، يعني هو خبير. هو يقول لك المشكله. وش المانع؟ وش المانع لما يكون معه مساعدين شباب ابو صقر؟ ما تعطون فرصه للشباب؟ لا لا بندر ما يصلح، هذه ما فيها شباب. معليش استاذ عادل، معليش هذه ما فيها شباب، هذه فيه ناس عاصره وفي ناس كانوا قلت لك يحضرون التمارين، يجيب سجادته ايام ما كان تراب يحط سجادته قبل التمرين ما يبدا. هذا يعرف اسماء اللاعبين كلهم اللي عايش الله يعطيه طول العمر واللي توفوا. هذا اللي لهم دور، هذا اللي لهم اللي ياسسون. والدكتور يعني مارس في وقت اكيد يعرف برضو اسماء كبيره. تفضل ابو صقر. انا ما جبت طاري الدكتور او اللجنه، انا اتكلم عن شغلات اللي ماضيه. انا والله العظيم استمعت لمن يدعون انه هذا مؤرخ وهذا احصائي وهذا كذا يتحدثون. يا رجل كانوا يكتبون منشيتات لأحداث بسيطة. خليني أعطيك مثال بسيط. يدعي يكتبونه في الجريدة المؤرخ الفلاني يدعي أنه مؤرخ وأنه إحصائي وأنه ذكر قال، شوف علمك كيف الميول وخطورتها، يقول لك كأس العالم، تصفيات كأس العالم 1990 أضاع ماجد عبد الله ركلة جزاء أمام الصين، ها، وبالتالي حرمنا من التأهل. واللي أضاع ركلة الجزاء منه فهد الهريري. طيب إذا هذا مو قادر يتحدث عن تاريخ قبل 20 سنة 90 ويكون أخي فهد موجود، كيف يبي يقنعني بأحداث وبتواريخ صايرة قبل 50 و40 سنة لمجرد أنه والله هذا الولد قدم، الولد أنا أسميه ولد الحقيقة، قدم للإعلام على أنه مؤرخ وعلى انه على فكره ترى هذا الرجل في الاحصاء مسكت. ما انا اقول في المقابل زي ما ذكر اخوي فهد، الناس اللي فعلا عاصروا والناس اللي فاهمه والناس اللي خبره جالسين برا صار يستعينوا فيهم. قبل فتره طرحت قضيه في الجريده ضحكنا عليها، وفي شبابي مخضرم حلف بس مو راضي يطلع في الاعلام، يقول والله كذب، يقول لك كيف انشق الشباب من الهلال اللي حصل لانه الشيخ عبد الرحمن بن سعيد وطبعا رحمه الله عليه ونسال الله سبحانه وتعالى يسكن فسيح جناته، اللي مجرد انه ترك الفريق اللي هم اللي اساسا طبعا الفريق الشباب وكان حاط كابتن وراح الى جده في مهمه رسميه، رجع وجدوا غيروا الكابتن وراحوا سحب مجموع، يعني كلام كانه واحد يقول حزاوي طيب. في الشرقيه عندنا يغص عينه قصص. وبالتالي اصبحنا هذا مؤرخ. والمشكلة إنه بصراحة في صحف معينة يعني أصبحت خلاص عندها مبدأ، هذا هو الإعلامي، هذا هو المؤرخ، هذا هو الكذا، إيش تاريخه لا نعلم عن شيء. طيب أبو صقر تبين أكون صريح معك والمشاهدين ولا لا؟ إيه بالعكس. طيب أنا أتكلم لك، أنا ما أتكلم عن أشخاص، أنا أتكلم عن فكرة اللي هي إنشاء لجنة لتوثيق عدد بطولات الأندية السعودية. بصراحة جميل. بصراحة يعني من زمن طويل الموضوع هذا أنا متابع له، وحتى متابع لردة الفعل في تويتر، وأنت أحد المتابعين للتويتر والرأي العام وما يطرح فيه. أنا أتكلم لك عن الموضوع هذا لما يطرح، عشان أكون صريح معك، فيه يعني خليني أقول لك مباركة من قبل، أنا أتكلم عن الشريحة الهلالية والنصراوية، جميل، في مباركة من الشريحة الهلالية حول هذه الفكرة، بينما هناك معارضة نصراوية لهذه الفكرة. أبغى السبب، تعليقك للربط ما بين الشريحتين. تبغى السبب؟ أنا أقول لك يا بكل صراحة، لأن اللي اعتدنا عليه مسابق وآخرهم في لجنة المسابقات أنه طال عمرك بيجي مجموعة ثلاثة أربعة بكل صراحة يميلوا لنادي الهلال وذات ست. طيب لابد ان جميع القائمين على كل ما يتعلق بالاتحاد السعودي لكره القدم منتمين من جميع الانديه مو بس الهلال. ممتاز ممتاز، هذا اذا حصل. لكن النصراوي بكل صراحه تاريخ القديم يجعله يشعر بقلق كبير 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 جدا. بعطيك حاجه بسيطه ولم يتخذ عليها شيء، صارت اي ضجه ليعملها مثلا شاب فلان نصراوي اتحادي اهلاوي. يا اخي انا اقول لك حاجه بسيطه والله للأسف الشديد، في الموسم الماضي النصر أخذ كأس ولي العهد
إعلامي مشهور مشهور طبعا مشهور بالنسبة لهم أنا شخصيا والله لا ما نتكلم عن أشخاص أبو صقر لا 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 ما راح أقول ما قلت اسمه أنا نعم أنا تفضل أنا أقول يعني في النهاية في الإعلام هو كاريكاتيرست هو رسام يا أخي يتق الله في نفسه إذا كان ليش نفقد الثقة إذا هذا الرجل في صحيفته ينشر يرسم قبر يفتح قبر ويحط مايك وكان يقول للميت ها إيش رأيك ترى النصر خذ بطولة وصلنا لمرحلة أنا أقول لك يا بكل صراحة أنا ما ألوم النصراوي ولا الهلال الاتحادي إذا قال بشكل لجنة لازم أنا أعرف من هي اللجنة اللي موجودة كذا بصقر كذا التاريخ والماضي بنعزز كذا بنساهم في تعزيز ثقافة المؤامرة في مجتمعنا الرياضي ما يعني زالت موجودة أنا أتكلم موجودة لكنها بحدود لا يمكن أن نضخمها أو نبرزها للمجتمع الرياضي وكأنها أصبحت ظاهرة في وسط الرياضي في نماذج إيجابية مشرفة نستحق أو تستحق الاهتمام أنا أتكلم لك عن عدد البطولات يعني أنا أتكلم عن موضوع الجدل اللي حاصل بين الهلاليين والنصراويين في موضوع عدد البطولات الهلاليين أعتقد أن أتكلم البطولات الرسمية عارفين عدد بطولاتهم لكن هناك اختلاف كبير حول عدد بطولات النصر يعني أمس في خلاف اسمح أبو صقر أمس ما في خلاف أمس أنا طرحت أنا أمس أنا علمك أنا أمس طرحت سؤال أمس طرحت سؤال في تويتر عن هذه الخطوة عدد البطولات الهلاليين متفقين على رقم بينما هناك انقسام من بين النصراويين حول عدد البطولات هم نصراويين انقسام اللي يقول 33 واللي يقول 20 واللي يقول 19 جدل كبير برجع لك ابو صقر تفضل عشان هذا الكلام يجب انك انت تحترم الطرف الاخر يعني ما مو مقتنع يعني زي الكلام اللي قاله الاستاذ اتكلم عن الضبابيه طيب الكلام اللي قاله الاستاذ عادل هذا اللي قلت لك في البدايه انه قاعد ان احنا نبعد عن الاشياء الجوهريه اللي عشان تفيد الكره لكن من الناحيه هذه يجب لما تكلمت انا وياه واتفقنا على يعني من خلال احنا ما نملي على المشرف ولكن احنا نقول راينا انه اكيد حيجيب الاسماء اللي من كل الاطراف عشان برضو مجموعه او كثافة كبيرة أو جمهور كبير يجب أنت تقنع إذا كان ما اقتنع يجب أنك تقنع من خلال تاريخ يتمثل في رجال عاصروا الكرة السعودية منذ بدايتها في أسماء لا زالت عايشة في أسماء لا زالت الذاكرة قوية وصلوا للسبعين وصلوا للخمسبعين ما شاء الله لما تقعد معهم يعطيك تاريخ أسماء ما تخطر على بالك أسماء تقول غريبة يعني ولكن لا زالوا يذكرونها هنا عشان تقنع الجمهور النصراوي من حقه إنه ما اقتنع يجب إنك تقنع يعني تهمشه هذا لا يعقل يعني نتكلم جمهور الهلال على عينه وراسي جمهور النصر على عينه وراسي والجماهير الباقين لكن أنت إذا يعني تقنع جمهور على حساب جمهور يجب إنك أنت تتخذ الإجراءات هذه عشان أنت في النهاية تقول هذه بطولاتك لكن وهذه بطولاتك ورجع وأقول ورجع الرأي العام الجمهور اللي قاعد ورجع أقول لك نفس كلام هو النبض الحقيقي طيب نفس كلام يجب أنك تحترمهم يعني يقول لك الأستاذ عادل يوم قلت للمؤامرة قال إنه فيه إذا يجب أنك أنت تعمل من خلال لجنتك الآن أنك أنت تحضر زي ما اتفقنا من البداية عشان أنت تقنع اللي غير مقتنعين هذه اللي مشكلة برضو لما قلت لك يجب أن لا تثار يجب أن لا تأخذ حيز في الإعلام يجب أنك أنت تركز على عمل مفيد رياضة أكثر من هذه هذا تاريخ ونعتز ونحترمه لكن يجب أن لا ما يكون نركز عليه ويثير الرأي العام على ما لا داعي أنا أحترم رأيك على عيني وراسي لكن أعتقد أنت تقول أن هذا موضوع مفروض أن ما نركز عليه أنا أقول لك هذا مهم لأنه موضوع يثير مهم يعني موضوع مهم يبحث عنه المجتمع الرياضي من زمان من كل جهة ضربة خلاص صدع طيب تفضل أبو صقر الاتحاد خلاص مو عارف الحين وش يسوي نعم كل مكان تفضل أبو صقر عشان بقفل الموضوع وانتقل لعنوان آخر طيب له ما على عجالة هو شوف اللي أنت قلت ذكرت قبل قليل أنك أنت لما تسأل في تويتر وتشوف الإجابات مختلفة أمر طبيعي وأنا قلت لك إياه هي ترسبات قديمة للأمال للأسف وأنا أقول لك للأسف الشديد إنه من يقوم على هذا الأمر في الموسم المواسم السابقة اتفقوا على رقم الهلال وإحنا على فكرة ما في احد ينكر ان الهلال هو الرقم الاكبر يعني يجي واحد يقول يا اخي انت ليش يا عادل الملحم انت زعلان او ترى غير كذلك لا 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 نعرف ان الهلال هو صاحب الرقم الاكبر بالبطولات المحليه هذا لا ينكر عليه احد لكن احنا نجي نتاكد نقول ليش تقول انت الهلاليين مثلا متفقين على 52 ولا 53 ولا 54 بطوله 54 بطوله ما في مشكله انا اقول لك اياها المشكله للامانه وهذا الشيء الان اللي وضعه الان الدكتور عبد الرزاق بدود ونقول له الله يوفقه ان شاء الله في لجنته وينهي هذا الجدل وينهي هذا الموضوع ولا يستمر التخبطات السابقه كانت ميول بكل صراحه لجانب فريق واحد فبالتالي كان الاهتمام للهلال على انه بطولاته موثقه وهذه 54 او 50 او 48 في السابق والانديه الثانيه فيها صراعات ليه اسال على فكره ترى الصراع مش في النصر بس لو والله سألت لو وجهت هاشتاق الاتحادية الأهلاوية
سجلت نفس هذا الموضوع، وهذا يعطيك دلالة قطعية على أن الأعوام السابقة أو اللجان اللي كانت تمر في السابق كان اهتمامهم فقط على نادي واحد، أما البقية طيب وستفل. أنا أسألك أبو صقر، كم عدد بطولات النصر الرسمية؟ ما أتكلم عن الغير رسمية، الرسمية أن بطولات النصر الموثقة موجودة بورقة رسمية عند النادي 41 بطولة. 41 بطولة البطولات الرسمية لنادي النصر. نعم هذه موثقة وموجودة. طيب هذا رقم جديد الحين أنا أبو صقر. أنا لا 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 مو رقم جديد. تدري ليش أقول لك رقم جديد؟ تدري ليش؟ وأعلن ذلك. شوف أنا أتكلم لك عن الأرقام، اختلاف الأرقام. ليش الهلاليين متفقين على رقم والنصراويين مختلفين على رقم عدد البطولات؟ أنت قلت لي القائمين على الإحصائيات وأعتقد أن الشمس لا تحجب بغربال، عدد بطولات النصر واضحة. أنا أتكلم عن الرسمية ترى، ما أتكلم عن غير رسمية أبو صقر. كم عدل. أنت تقول واضحة. لحظة دخلنا في مأزق جديد يا أخي بندر. لا لا أنا زي بندر أنا قبل فترة واحد قايل لنا في الثلاثينات، يعني نهاية الثلاثينات، وحين بندر يقول رقم غير وأنت تقول رقم غير. لا أنا بس الحين معليه، بس في شغلة قالها أخي بندر ما أدري يعني. تفضل. يقول الشمس ما تغطى بغربال ودخلنا. أنا بسأل على أساس سؤال الرسمية أستاذ طيب عادل فقط. طيب هذا سؤال. إذا نادي النصر عنده مستند وعنده خطاب من الاتحاد السعودي من فترة بعدد البطولات كانت 40، آخرها أخذ الدوري الأخير صارت 41. أعتقد هذا. ومع ذلك لحظة، ومع ذلك أنا والله أنا شخصيا أنا أقول متى ما وجدت لجنة بشرط القائمين عليها أولا عدول ثقات زي ما ذكر أخوي فهد، ها مو جيل مواليد 1406 و5، ها في ذيك اللحظة والله لو خرجوا بما يثبت أنه والله بطولات النصر الرسمية نعم أضيفت لها 10 بطولات 12 بطولة، هذه لا تمثل، هذه كذا، بالتالي أنا أعتقد لا عادل ولا غيره جميل سيتحدث في هذا الأمر. طيب. وإحنا شفنا ترى في الآونة الأخيرة شفنا بطولات موجودة وأرسلت من قبل من عندنا هنا إلى الفيفا لنادي الهلال وهي الأندية أخرى، فلا لا لا نزايج هذا. طيب الموضوع. جميل واضح أبو صقر. أبو صقر الله يرحمه الأمير عبد الرحمن السعود في الفترة اللي كنت أقابله فيها كان لما يتكلم مقنع لكل يعني ما شاء الله تاريخ. الآن راح الله يغفر له إن شاء الله وموت المسلمين. من هو الرجل اللي ممكن نرجع له في النصر؟ ترجع له في إيش؟ يعني كتاريخ. أنا ذكرت لك مثلت بمحمد جمعة، لو إحنا مثلاً بنركز على النصر من الرجل اللي ممكن يعطينا تاريخ عشان يعني يقنع الرأي العام مثلاً؟ والله شوف أنت الحين إذا تتكلم أنا أسأل والله أسأل يا أبو صقر والله. إيه إذا تتكلم عن تاريخ يعني إحصاء التاريخ والبطولات و أنا أعتقد الآن في الفترة الحالية موجود الأستاذ خالد مصيبيح، يعني رجل يعني مطلع. إيه بس خالد مصيبيح الله يطول لي عمرك مو بزي محمد جمعة الحربي، مو في سنه يعني. لا لا قضيه السن، اذا كان السن اجل انا بقول لك اياها في لا اقصد انه ما انه حاضر مصبيح حاضر كان لا كيف مصبيح كان حاضر بدايه تاسيس النصر؟ لا طبعا الاستاذ خالد مصبيح انا اقول لك خالد الاستاذ خالد مصبيح عمره قرب 60 الله يطول في عمره. الله يطول في عمره الله يطول. فبالتالي بالتالي انا اقصد انه من الناس اللي عاصروا حقبه البدايات النصراويه وبالتالي اهتم بالتاريخ. على فكره اخوي فهد بقول معلومه بسيطه، انت لما ذكرت محمد جمع الحربي قد ياتي بعد على فكره شخص كبير في السن ولكن سبحان الله الذاكره لا تسعفه ولا هم من المهتمين بالتاريخ ها قوي، لكني انا اجي في المقابل خالد المصيبيح يعني لما تقول لي عمره 50 او 50 او 55 او 60 سنه لكن ايضا مهتم جدا بالتاريخ وبالذات تاريخ الرياضي النصراوي، ومع ذلك يبقى رجل إنسان يصيب ويخطئ. إحنا نقول نعم. يبارك لهذه اللجنة اللي موجود فيها ونتمنى لهم التوفيق. نتمنى لهم التوفيق وإن شاء الله أن تكون فعلا هذه المرة لجنة يطلق عليها لجنة الحياد. طيب أنا ما عندي جملة بشكل سريع لي والبصقر والمشاهدين ولك، يعني الموضوع هذا يجب أن يتصدى للاتحاد السعودي فقط ويظهر رجل هذا اللي أنا قاعد أقوله، يظهر رجل شجاع
ويذكر الأرقام بدون أي مجاملة لأي فريق. نعم. يعني وأنا كنت أتكلم وفي النهاية قبل ما ننهي الحلقة بتكلم في الشجاعة هذه. الله يرضى عليك، لا تنسى يا بندر. طيب، عموما حنا نتمنى كل التوفيق لدكتور عبد الرزاق بدود في قيادة هذه اللجنة وكل القائمين عليها، لأن بالفعل هي لجنة مهمة وكنا نبحث عنها من زمان حتى يكون الرأي العام على اطلاع وعلى وضوح. ناخذ رأي، عندنا رأي للأستاذ القدير عبد الكريم الزامل، كتب اليوم مقال في صحيفة الجزيرة، نتابع ونسمع التعليق من ضيوفنا. تحدث عن النصر وما يثار حاليا حول المستويات التي يقدمها النصر مع السيد كانيدا. المقال طويل لكن حاولنا أن نختار جزئية. قال: أنا لست ضد نقد أخطاء المدرب، بل أنا أول من انتقدها في برنامج أكشن دوري، خصوصا في مباراة الشعر الأخيرة، لكنني ضد المطالبة بإلغاء عقد المدرب، فهذه ثقافة يجب أن نقف ضدها مهما كلف الأمر، بل هي واحدة من أهم علل كرة القدم السعودية. ثم قال: ما يحدث حاليا هي محاولة نزع الثقة بين المدرب واللاعبين من جهة، ومن جهة أخرى بين المدرب والجماهير من أجل الضغط على الإدارة لإلغاء عقده. إن مقولة هاتوا مدرب يتوافق مع أداء اللاعبين هذه انتهت مع الاحتراف ووجود اللاعبين الأجانب والموهوبين، فهم من يجب أن يتكيف مع طريقة المدرب للعكس. أستاذ عادل، كيف تقيم العمل اللي يقدمه السيد كانيدا حتى الآن مع النصر؟ طبعا أنا ما أختلف كثير مع مقالة الأستاذ عبد الكريم الزامل. الحقيقة نعم، إحنا نقول كانيدا زي أي مدرب له أخطاء، ولكن يعني كون أنه الآن الفريق يسير يعني بخطة ثابتة ومازال يعني مازال متصدر للدوري، العلامة الكاملة، معنى الخسائر اللي فعلا تجعل من الإدارة تتخذ قرار مثل ما ذكروا البعض أنه فيها. أنا أتفق معه في قضية إنهاء عقد المدرب في هذا الوضع، أمر خاطئ جدا. ويمكن لو تذكرنا بس يعني جزئية بسيطة، أو مدرب مر علينا الآن في الذاكرة، دول الألماني يوم كان مع الهلال، كان الهلال أعتقد معاه كان متصدر، ولكن لم يقنع الإدارة الهلالية، ألقي عقده، وجدنا الفريق بالعكس تدهور أكثر وطار الدوري الفتح وقتها. أنا أقول كانيدا أخطاء موجود، أخطاء الإدارة واعية، تستطيع أن تقيم عمل المدرب، تستطيع أن تقومه، تستطيع أن تجلس معه وتناقشه في كثير من المواضيع، ولكن بعد 4-5 جولات والفريق يعني متصدر، أو خلينا نقول العام الكامل لسه بدري على قضية الصدارة ما صدارة، أن تأتي من يأتي ويقول يجب أن يرحل كانيدا. نفس الكلام ترى صار الموسم الماضي مع كارينيو، نفس الكلام، أخطأ في أكثر من مباراة وخرج من خرج، قال ترى كارينيو ما عنده إلا أسلوب الطويل، الكرات الطويلة من حسين عبد الغني إلى داخل منطقة الجزاء، في الأخير حقق مع النصر بطولتين، في الأخير حقق. لذلك أنا أقول، لكن أقول لك على شيء مهم أبو صقر، ترى الموسم الماضي كارينيو مع النصر كان النصر في أول في الأسابيع الستة أو السبعة الأولى لم يتلقى أي هدف، في هذا الموسم الآن بعد 5 مباريات شباك النصر تهتز لخمس مرات. طيب، مو هذا أنا إيش قلت لك؟ أنا قلت لك هذه الأخطاء موجودة، يعني لا مانع الآن من الجلوس مع كانيدا، في الآن في شخصية الآن أصبحت خبيرة في العالم الرياضي، الأمير فيصل بن تركي بن ناصر الآن نضج كرويا وأصبح بكل صراحة فكرة عالية جدا جدا، يستطيع الأمير فيصل بن تركي لوحده أن يناقش المدرب ويجلس مع المدرب في حلول هذه الجزئيات وهذه المشاكل، مع أنه العكس كان مؤخذ عن كانيدا أنه يعشق الخطة الدفاعية أو الأسلوب الدفاعي، لكن نعم وجدنا أخطاء. بس في حاجة برضو عاد معينة، النصر في هذا الموسم للأمانة يعني ما وفق في يمكن مباراة واحدة إنه يلعب كامل العناصر لو تلاحظ. يعني حسين عبد الغني غاب بالإيقاف مباريتين، خالد الغامدي أصيب وجاء محله المر، كابتن محمد حسين صارت له مشكلة أسرية في البحرين وغادر ترك الفريق، إبراهيم غالب نفس الحكاية. فبالتالي حتى المدرب ترى اختلاف العناصر من مباراة لمباراة يمكن شوي يلخبط حساباته
واخرها شفنا كيف مباراه عبد الله العنزي مباراه الشعله نعم يلعب مصاب. لذلك انا اقول القيمه الفنيه بالنسبه للنصر غير مقنعه بالنسبه لك حتى هذه اللحظه صح ولا لا ابو صقر؟ كيف انت تتكلم عن فنيا غير مقنع النصر؟ لا 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 في مباريات انا بالنسبه لي كان مقنع جدا. يعني انا بالنسبه لي مقارنه مستوياتها العام الماضي انا لا لسه ما اقدر احكم بدري. انا اقول لك مباراه الرائد في بريده كان مقنع جدا جدا, ولولا رعونه المهاجمين كان ممكن النصر يسجل اكثر. وجهه نظري مباراه النجران كان مقنع جدا. الفتح في فترات يمكن النصر مباراه الخليج فقط اللي انا شخصيا بصراحه ما اقنعني الفريق. طيب. ولا اقنعتني خطه كنيدا. نعم. وبالتالي نرجع للكلام اللي قلناه, كنيدا اخطا تعالج هذه الاخطاء. ولكن طيب. لمجرد انه يخطا كنيدا او اي مدرب وطالب باقصائه يا اخي, الفتح مع ماكيدا لم يحقق الا 3 نقاط, ومع ذلك القائمين على نادي الفتح يرون باستمرار هذا المدرب. طيب كابتن فهد, كنيدا النصر. نعم النصر مع كنيدا. يعني انا كنت امتدح المدرب منذ ان كان الاتحاد في افضل مباريات الاتحاد, مع ان الاتحاد كان يعاني كثير وبين شخصيه المدرب. لازلت اتذكر مباراه امام اقوى فريق في اسيا غوانزو الصيني, استطاع ان يتاهل من امام الفريق اللي كان النسخه السابقه كان هو البطل اسيا. وباركت للنصر التعاقد معه بامانه, وتوقعت انه يقدم اكثر مما شفته مع الاتحاد, بحكم ان الاتحاد في ذيك الفتره كان يعاني. النصر السنه هذه فريق جاهز, فريق معنوياته مرتفعه جدا, سقف الطموح اعلى من الدوري, يحق له الجمهور صراحه النصراوي ولديه اصدقاء كثير. نتائج او اداء النتائج ما شاء الله زي ما قال السيد عادل, درجه كامله 15 نقطه كل مبارياته يفوز, ولكن الاداء الفني يخوف الفريق النصراوي او الجمهور النصراوي عفوا. يعني تجد انه يفوز ولكن المتابع لفريق النصر يشعر بقلق على الفريق الى ان تنتهي المباراه. في الموسم السابق كان المباراه النصر ينهي مبارياته دائما في الشوط الاول او حتى بدايه الشوط الثاني, خلاص قفل المباراه, جيم اوفر, انتهى الفريق. ما يقدر يلحق النصر لان عندك مدرب, وهذا اللي تكلمت لك قلت لك على المنهجيه. كان كرينو لطريقه يعني واضح, قفل منطقة النص قوية جدا, لاعبين يتحركون. بعدين أنا إلى الآن ما أدري هل شراحيلي غير جاهز أو أنه يبعده. أنا أرى كان من أسباب عموم فوز النصر بالبطولات السنة اللي فاتت شراحيلي, لازلت لا أجهل هل هو غير جاهز. هنا مشكلة تسجل على كنيدا, يصنع الفرق إذا كان حاضر. كنت أقول بشكل كبير صحيح. مع النزي مع الزملاء اللي كانوا واضحين مع النصر كان كلهم نجوم. هنا اللي سجل على كنيدا وجمهور النصر يخاف, لان قلت لك انه المعنويات خلاص الفريق يجب ان جاء مدرب لفريق جاهز, بس انك تبان لمساتك, يبان شكل او عملك اللي انت تسويه في النادي في التمارين داخل الملعب. هنا اللي اقول لك لما تكلمت على كارينو في البدايه كمثل للعمل الواضح, ايضا الان مدرب الهلال عمله واضح جدا داخل الملعب. نعم. النصر هو الان متقدم, ما تقدر تتكلم على حتى المدرب حتى وان كان يخوف, لكن هو الان مقدم يعني نتائج جيده جدا. نعم. ولكن زي ما قلت لك يخوف, هذه تقلق الجمهور النصراوي شيء يعني طبيعي. يعني وهنا انا لا استطيع اراهن على النصر كم زي ما كنت العام كنت اراهن على النصر في كذا مباراه قبل ما يلعب. انا اقول مباراه خالصه للنصر لانه واضح النصر قوي شرس, لا تستطيع اذا سجل هدف صعب عليك, حتى وان سجل في هدف يستطيع ان يعود. يعني الان النصر يخوف. انا افهم من كلامك النصر ممكن يتعطل اذا اصطدم بالكبار, اول ما يخسر ممكن نقطه حتبدا السيوف تسل على المدرب كنيدا. انا قلت لك امتدحته كثير وباركت للنصر الخطوه, لكن في مباراه الخليج اتضح لي ان فيه مشكله عند كنيدا. مطرود لاعب بالكاد تستطيع تفوز 1-0. انا كان عندي استوديو طالع في الطريق, توقعت بوصل والنتيجه 4, فوجئت لما قالوا 1-0 النتيجه. هنا بديت اشك في المدرب كنيدا, لان قلت لك الاتحاد كان يعاني واستطاع ان يمشي اموره. مع النصر فريق جاهز جدا, اي مدرب اقوى من كنيدا ممكن ترى فريق اشرس من السنه اللي فاتت. ممكن قلت لك في اي هفوه للنصر قد يعني خلاص المدرب يعني اكيد ما راح ينتظر عليه الفريق النصراوي, هو الحين متحمل لان الفريق ماشي صح. واي مدرب في العالم طالما انا افوز فانا ماشي بطريقه صح, طريقتي دفاعيه, اسجل هدف وانتهى الموضوع, المهم انه يفوز. ولكن زي ما قلت لك الاداء الفني غير مطمئن انا كمشاهد, وايضا النصراويين اللي محبين للنصر اكيد اللي اعرفهم على الاقل اللي اعرفهم كلهم يقول لك خايفين من المدرب. طيب استاذ عادل بشكل سريع لو سمحت, بهذا المستوى الفني للنصر قادر على تجاوز الملاحقين له بعد تقدم الجولات في الدوري؟
اي طبعا اي طبعا انا يمكن اتفق على معجزيه مع اخوي فهد، واخوي فهد طبعا لاعب سابق وادرى منا بهذه الامور. طول عمرك. لكن انا اقول لك اياها، انا ما انسى كلمه لاسطوره اسيا الاوحد ماجد احمد عبد الله، قال كلمه مره وانا كنت جالس معه على موضوع المدربين، قال احنا كلاعبين يعني على وقتنا وعلى جيلنا يعني نرى ان المدرب يعني 30 يتحمل 30% و70% نحن ما نتحمله داخل الملعب، ودوره ينتهي اذا احنا فعلا قادرين وعندنا الامكانات اللي ممكن نعمل ونصنع اي شيء. حتى بقضيه من يتحدث يقول لك المدرب اللي لم يقرا الفريق ويقرا ما اعرف ايش، انا اقول العناصر، وذكر اخوي في هذا الكلام، العناصر اللي موجوده في نادي النصر في هذا الموسم اقوى بكثير من العناصر الموجوده في الموسم الماضي. وبالتالي حتى في ظل اخطاء المدرب سواء كنيدة او غيره، اذا انت ما تستطيع فعلا تعالج هذا الامر داخل الملعب فهذا اعتقد المشكله والخلل فيك انت. النصر في هذا الموسم يا اخوي بندر يمتلك خط وسط احتياطي وليس اساسي، احتياطي يستطيع يقود اي فريق من فرق دوري جميل بل من الفرق المتقدمه. وبالتالي انا ما اعتقد انه متى ما اكتمل، والاصابات ثبت موجود، ماركيروس موجود وهرناني موجود بالاضافه الى الداهي ادريان، ايضا العناصر المحليه المميزه اللي موجوده من دون ذكر اسماء، انا ما اعتقد ان النصر عنده مشكله. ولكن النصر فريق بطل، فريق قوي، فريق شرس من المذكر في فهد، لكن ايضا هناك فرق كبيره وفريق ستنافس وفرق ستبحث عن 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 الصداره وعن البطولات. وبالتالي النصر لا اظنه يلعب لوحده. قضيه انه لسه ما اختبر الفرق الكبيره او كذا، انا ترى هذه لم اعد انظر لها بمقياس لسبب واحد، ان الفرق الوسط هي من تحرمك عاده من بطوله الدوري. وهذا الامر ذكره الامير عبد الرحمن مساعد، اتذكر في اكثر من موقف من زمان كان يقول احنا نقول لعبتنا انسوا الشباب والنصر والاهلي والاتحاد، المهم لا تخسرون من فرق الوسط لان هي فعلا من تفقدك الدوري. طيب. النصر الان ماشي في طريق سليم وممكن يمشي وممكن يتعثر، لانك انت تلعب كبطل مع جوقة بطل. ابو صقر، مو وسط النصر بس قوي، النصر في كل خانه ما شاء الله لاعبين ما عدا مكان حسين عبد الغني، هو المكان الخاص بس بحسين، ولكن في كل خانه تجد لاعبين ما شاء الله مو الوسط بس. صحيح. اذا المحاسبه على كنيدة، ليش ان اقول لك سقف صار عالي، حتى اللاعبين داخل الملعب طموح عنده اعلى، يبغى يكمل الابداع، او المفروض كنيدة يبدا من وين انتهى النصر. لا، كنيدة رجع الان بيأسس له فكره، من ضمنها انا من الناس المعجبين بشراحيلي جدا، اعتقد لو انه مقتنع ان شراحيلي ما يكون عنصر اساسي في الفريق راح يسوي له مشاكل. اضف الى ذلك، يعني كلامك صح انت انه في لاعبين، لكن اقول لك اذا محاسبه كنيدة راح تكون عسيره لانك انت تمتلك فريق جاهز. لا تنسى ان الفرق اللي كانت العام ترقل السنه هذه تؤدي بمستوى عالي جدا، واعتذر على الكلمه، اللي اعتقد كان مستواها يعني مره فوق مره تحت، يعني في متفاوت. السنه هذه الهلال يتعادل مع الاهلي فقط، الشباب يتعادل مع الاهلي فقط، الاتحاد درجه كامله، يعني اذا احنا دائما نتكلم، انت قلت كلمه تو، الفرق اللي يجب ان تفوز عليها، النصر الان يقدم صح، الفرق اللي يجب ان تفوز عليها فزت عليها، الشباب الفرق اللي يجب ان تفوز فزت عليها، لكن هناك اربع فرق يجب انك لا تخسر منها، الشباب تعادل، الهلال تعادل، اذا هم ماشيين صح. النصر لسه ما التقى من الاربعه اللي المفروض ينافسونه او الثلاثه، اذا تقول الاهلي الحين قاعد يفرط في نقط، اذا محاسبه كنيدة بتكون اكبر لانه اخذ فريق او كانت التركه من كارينو فريق في القمه، هنا المحاسبه دائما انت بسهوله توصل، لكن كيف انك تكمل؟ هذا اللي بيعانيه، واللاعب النصراوي انا متاكد في داخله يعمل الحين يعمل مقارنه بين السابق والحالي، يعمل مقارنه بين كان كيف ننهي الشوط الاول وكيف ننهي الشوط الاول الان، يعمل مقارنه كيف كنت انا اثني على كارينو في مباريات كان يعني درهوم اذا كان صح لي اسمه، اخطا وبغى يورط النصر ما عاد لاعبه، كنت انا اثني على هذا المدرب، اي لاعب في النصر كان يخفق او يقدم اداء سيء كان يحطه في الاحتياط على طول. كنيدة الان ارى انه بعض قناعات البعض اللاعبين اجد انه يظلمهم، في لاعبين يجب ان يكونوا اساسيين، اتمنى للنصر التوفيق زي الفرق الاخرى ان شاء الله. طيب ابو صقر بتضيف شيء قبل ما انتقل لعنوان الشباب؟ لا لا تفضل. طيب عندنا عنوان من صحيفه الرياض.
الرئيس يناقش المدرب على خليفة دياني والكلثم ينضم إلى الشباب، هناك من يزرع السموم في الشباب والبلطان لم يخترق المدرب. أكد خالد بن سعد رئيس نادي الشباب أن هناك في مواقع التواصل الاجتماعي من يحاولون خلق مشكلة بين إدارة الشباب والرئيس السابق خالد البلطان، وقال لا أفهم كيف يقال إن خالد البلطان اخترق المدرب وأن الإدارة ستلغي عقد المدرب لهذا السبب. أولا البلطان منه فينا وقدم كثيرا لهذا النادي ونحن أكبر مما يثار من بعضهم، كيف يخترق مدرب؟ وهل هناك مدرب يريد أن يسيء لسمعته ولتاريخه؟ أرجو من الإعلاميين أن يتجهوا للمركز الإعلامي والنادي والمتحدث الرسمي، بعضهم يستعجل في نشر الأخبار ولا أعلم من أين يستقي معلوماته. من يحاول أن يوقع بيننا والبلطان فهذا مستحيل، فهو له حق في هذا النادي مثل ما لنا حق، والرجل يقف مع النادي ويدعم، وهناك من يزرع السموم، ولكن نحن أكبر من هذه الأمور أولا، وثانيا لسنا متفرغين لها، وثالثا نحن ثقتنا بعضنا بين بعض كبيرة. وجه رسالة لجمهور الشباب قال فيها أرجو من الجماهير الشبابية عدم الانسياق خلف الإشاعات، هناك أناس لهم أهداف بإشغال الإدارة واللاعبين عن دورهم الأساسي وهذا صعب المنال، لأننا نعلم ما لنا وما علينا. نرجو من الجمهور الصبر على الجمهور التواصل في المركز الإعلامي وتويتر والإيميل. أنت قريب من الشباب كابتن فهد، هل بالفعل هناك من يحاول زعزعة الأمور بين الإدارة السابقة والحالية؟ في بعض الجماهير، بكل أسف بعض الجماهير يعتقد أنه بيزعزع الإدارة. يعني تحية وتقدير للأستاذ خالد البلطان اللي أبدع وقدم الكثير للنادي، هذا ما ينكره أحد إحنا نعرف. ولكن إذا تتكلم عن الأمير خالد بن سعد، هو الرئيس الذهبي لنادي الشباب اللي صنع شيء من لا شيء بعد توفيق الله، ومع مجموعة من الأسماء عشان لا أهضم حقهم أو لا أنساهم، استطاعوا أن يكونوا فريق ذهبي. وكنت أسبوع الفايت في أحد القنوات الخليجية وتكلمت، وكان فيه مجموعة من الإعلاميين الخليجيين والعرب تكلموا عن إنه فريق كان لا يعني لا يقهر، فريق كان ظاهرة في ذاك الوقت. خالد بن سعد مع الإداريين اللي كانوا متواجدين معه في ذيك الفترة استطاع أن يبني فريق قوي جدا بمعنى الكلمة. الآن يعني فريق نادي الشباب أو جمهور الشباب، يعني بعدين إحنا لسنا زي جمهور الهلال أو جمهور النصر، يجب أن نعترف بالشيء هذا. ليه إحنا نفكر بالتفكير اللي إحنا بدال ما نتزايد إحنا نبدأ نصير؟ إذا كان في أحد بيفتعل عدوات بيننا، المفروض إحنا نتفق من يدير نادي الشباب أو من يرسل نادي الشباب، سواء الأستاذ خالد البلطان أو الأمير خالد بن سعد. إحنا نقف خلف أي شخص يسير نادي الشباب، لأنه في النهاية هذا فريق الشباب، وأنت تبحث عن مجد وتبحث عن جاز لفريق الشباب، ما يعنيك من يدير النادي. هؤلاء يحبون النادي، يتمنون للنجاح، واكيد يتمنون انهم هم ينجحون. زي ما يعني قصدك ان الانقسامات موجوده في اي نادي حتى في الشباب في انقسامات؟ هو طبيعي في مجموعه تحب بندر الشيري وناس تحب فهد الكلثم وناس سعد الملحم، هذه طبيعه البشر زين. لكن انا اتكلم يعني احنا ما احنا ذيك الكثافه، احنا المفروض نتحد ونتفق على يعني عمل، يعني اللي دائما ينجح نادي الشباب انه البعد عن الاعلام، البعد عن المشاكل الاعلاميه اللي تصدع براس اي اداره. انا بتكلم، وهذه رساله لنادي الشباب، على ان نادي الشباب قلت لك يعني لعب مباريات فاز فيها المفروض اللي يفوز فيها، وتعادل مباراه امام الاهلي. اذا السنه هذه استطاع، والشباب دائما يكون في الفرق المنافسه، يعني اذا بيبعد يكون الرابع، اذا هم من الفرق اللي تنافس. الامير خالد بن سعد، وهذا الكلام اللي اتمنى الجمهور الشبابي يعيه جيدا جدا، وانا متاكد منه 100% اللي قاعد اقوله الان، فريق الشباب أنا بعد سنتين أبدأ أحاسب الأمير خالد بن سعد على الفريق الموجود في الشباب، لا أقلل باللاعبين الموجودين الحين في الشباب، بالعكس جيدين، والكثير منهم يتمنى الأندية الأخرى، ولكن أنا أتكلم عن فكر الأمير خالد بن سعد واستلامه للنادي الشباب واستعداده لتكوين فريق قوي، ما أقول لك نفس الفريق اللي في التسعينات، ولكن على الأقل فريق مشابه يعمل الرجل، هذا أهدافه. وكنت أتكلم عن مثلا حتى اللاعبين المحترفين البحث عنهم، هذا الآن تعاقد مع رأس حربة للفريق اللي يحتاجه فعلا للفريق. لا تنسى أن الفريق بأمانة، يعني إلى الآن لم أستوعب أنه ناصر الشمراني
يتنازل عنه نادي الشباب. يعني افتقد الشباب في فترة التسعينات أكثر من لاعب منه مشى من النادي، ولكن زي ما قال تو أستاذ عادل فترة ماجد عبد الله هذه الفترات لاعبين مختلفين جدا عن الوضع أو اللاعبين الحاليين. في نادي الشباب كان في كل مركز 3 إلى 4 لاعبين، يعني إذا تنازلت الإدارة على اللاعب في لاعب يسد مكانه. الآن الفترة الحالية الله يعطيه العافية إن شاء الله نايف هزازي في كل مباراة يسجل، معدن المباراة الأخيرة إن شاء الله يكون يقدم أفضل من ناصر. ناصر مكانه الى الان مشكله، انت الاداره بتعمل، وهذا جزء من عمل الان الامير خالد بن سعد انك انت توجد لاعب يعني يكون يعني مثل اللاعب او شبيه للاعب ناصر الشمراني، لانه قبل 3 سنوات في حال يوم حقق نادي الشباب كان مستوى الشباب كان مو مقنع جدا، ولكن كان ناصر يحسم مباريات كثير، يا انه يتعادل يا انه يسجل. اذا يجب ان نتكاتف مع الامير خالد بن سعد، يجب ان ننتظر، يعني لو ما استطاع الشباب هذه السنه يقدم اي شيء، وان شاء الله انه هو بيكون منافس، واتمنى انه ان شاء الله ينافس، والاداره تعمل على انه يكون طرف ثابت في المنافسه، ولكن انتظروا نادي الشباب بعد سنتين ستجدون فريق قوي جدا، فريق يقارع آت الفرق الاسيويه، هذه انا متاكد من الكلام، وان شاء الله ان الشباب اصلا ان شاء الله يكون بطل، ليش لا؟ يعني وقادر وعنده اسماء، لكن انا اتكلم عن عمل الامير خالد بن سعد. للشبابيين يجب ان نتفق، ننسى الان الفتره اللي راحت، خالد البلطان ما قصر، قدم اشياء كثير يشكر عليه، وكان رجل حقق كذا بطوله، ولكن الان نحن مع الرئيس الذهبي لنادي الشباب خالد بن سعد، الجميع يجب ان يلتف معه، حتى لو ان كان في عدم اتفاق معه في اي شيء يجب انه يتناسى. احنا اذا تبغى تتفق تبغى تنجح دائما نجاحات. اتذكر جيل التسعينات وانت اعطيتني يعني ما شاء الله استذكر، كان من اسباب نجاح الفريق فؤاد انور، فهد الكلثم، فهد المهلل، سيد العوران، داود سمار، الحمدان، كان داخل صحيح. الملعب أسرة، كان داخل متكاتفين، وراك إدارة أخواننا. يا رجل كنت تتذكر كيف كان يجلسون معنا كأنهم لاعبين زينا، ما كانوا مسؤولين. إذا يجب أن عشان ننجح يجب أن نعمل، يعني من يكتب في كان تويتر كان الفريق روح واحدة جدا، من يكتب في تويتر، من لديه فرصة أن يكتب في الإعلام، يجب الآن يدعم النادي. ما لي أنا من يكون في رئاسة النادي، يجب أن أدعم الرجل. وقلت لك لو إن شاء الله تحققت بطولة السنة هذه أو السنة الجاية إحنا نقول الحمد لله، لكن لو لم نستطع تحقيقها انا عن نفسي اول من يحاسب خالد بن سعد بعد سنتين، لاني انا متاكد زي ما قلت لك انه يصنع فريق ويقول انتظروني لمده سنتين، ونحن ننتظر الفريق القوي وننتظر ان شاء الله الفريق هذا يكون منافس قوي ايضا. طيب في اليوم عندنا موضوع او عنوان نشر في صحيفه الرياضيه صوره اثارت لغط كبير في الشارع الرياضي، واصبح او حدث هناك حولها انقسامات كبيره. بسمع تعليق الاستاذ عادل ملحم، نشوف الصوره مع مخرجنا عبد المنعم عاشور. أبو صقر، هذه الصورة اليوم نشرت في صحيفة الرياضية، مراقب الحكام بعد نهاية مباراة النصر والشعلة النفيسة بشعار النصر، يجلس إلى جوار الأمير فيصل بن تركي، وبحسب الخبر بأن رئيس لجنة الحكام سوف يحقق في هذا الموضوع مع مراقب الحكام النفيسة، وعن لبسه شعار النصر. أبغى أسمع تعليقك أبو صقر. والله شوف انا طبعا الان فقط طلعت عليها، لان اليوم كنت شوي مشغول فما طلعت على الصحف ابدا. هذه الصوره الان اللي اشوفها قدامي لا استطيع يعني بصراحه اجزم على هالصوره، لان يعني احنا ترى الان اصبحنا عاد ترى شوي في وضع يعني ممكن يحصل فيها كل شيء. يعني هل الصوره هذه فعلا في وسط الملعب موجوده يعني مفبركة فوتوشوب؟ احنا دخلنا على متاهات كثيرة ولنا قصص قديمة في هذا الموضوع. ما اعتقد اذا كان يعني الصورة هذه صحيحة موجودة، انا اعتقد انه اذا كانت صحيحة لهذا ما اعتقد ان تصرف، يعني على الاقل شو احنا نرجع ونقول لا حكام ولا غيره الكل له ميول ولا لكن انا شخصيا لا استطيع ان اتحدث عن الصوره حتى اسمع كلام من الاستاذ عمر مهنا ان فعلا هذه الصوره حقيقه والتقطت داخل الملعب وبجواره. طيب ابو صقر، انت اعلامي كبير ولك باع طويل في الوسط الاعلامي، تعتقد بان صحيفه مرموقه ورائده مثل صحيفه الرياضيه تنشر مثل هذه الصوره على الصفحه الاخيره وهم غير متاكدين مثل ما ذكرت مفبركه او ما الى ذلك؟ الأخطاء واردة. وبعدين أنت لما تقول صحيفة، أنا أعطيك خبر حصل في الرياضية
قبل أربع أو خمس مواسم أول ما انتقل السهلاوي اللي عد اللقاء صحفي في الشرقية ما يمكن ما يسمح لي أن أذكر اسمه وأرسل الخبر إلى الرياضية في ذاك الوقت والخبر اللي أرسل فبرك عن طريق صحفي يعمل في الرياضية ولم يجري لا شيء ووقتها خرج الصحفي اللي في المنطقة الشرقية قال أقسم بالله العظيم هذا الشريط عندي مسجل هذا الكلام لأن محمد السلاوي طبعا وقتها زعل وتنرفز وقال أنا ما قلت الكلام وزعل على الصحفي في المنطقة الشرقية واللي في المنطقة الشرقية قال أنا أفرقت المادة إلى الصحفة الرئيسية في الرياض واللي في الرياض عمل ما عمله فبالتالي الأمور هذه أنا أقول ممكن تحصل أنا أقول لك يا ننتظر حتى نسمع إن صدق الخبر هذا الأمر أعتقد أنه لا الأمر هذا ما أعتقد أنه مقبول ولكن هل هو صحيح هذا الأمر أنا والله لا أعلم فيه. طيب ننتقل إلى عنوان آخر جديد أو رأي للأستاذ عبد الله العجلان اليوم في صحيفة الجزيرة يتحدث عن الهلال جاء رأي الأستاذ عبد الله عجلان تحت عنوان يوم عزك يا وطن في صحيفة الجزيرة وبعد ذلك طبعا هو تكلم عن اليوم الوطني غدا إن شاء الله الذكرى 84 لتأسيس المملكة العربية السعودية بعد ذلك تطرق لموضوع الهلال ومشاركته في بطولة آسيا قال بأن مهر الوصول للنهائي الآسيوي يتطلب من الهلاليين نسيان نتيجة الذهاب وزيادة التركيز في نظرتهم للمباراة وفي مستوى أدائهم من كافة الأجهزة ومن اللاعبين أنفسهم وألا يستسلموا للآراء التي تسعى إلى تخديرهم بالقول أن الهلال حسم أمر تأهله في الرياض دعواتنا لممثلنا وهو يحمل اسم الوطن وآمال وطموحات جماهيره وقبل ذلك الجماهير السعودية كافة بالتوفيق وأن يعود بعون الله من الإمارات ببطاقة التأهل للمباراة النهائية أصبح قريب جدا الهلال من البطولة أسويها فهد يجب على الهلاليين النجوم سامي الجابر يوسف نيان صالح النعيمة وأسماء كثيرة القرب للنادي ويجب على الإدارة إعطاهم الفرصة لتحفيز اللاعبين في المباراة القادمة كثير للمباريات الهلال وبعض النجوم وماني ذاكر اسماهم في مباريات تجدهم خارج التغطية تجدهم في مباراة نجوم وفي مباراة محك ولا زلت تتذكر مباراة الفريق الكوري أمام الهلال في مباراة الرياض اللي في كل يعني كنا نتوقع كان مهزوم هناك 1-0 كنا نتوقع يحسمها الهلال في الرياض فاجأنا الفريق الكوري وتكلمنا أن الهلال ليس في يومه أنا ضد الكلمة هذه ليس في يومه مباراة أولسان أولساني أربعة انتهت الآن أنت أمامك يعني مفترق طرق يعني مباراة الجميع كان يعمل على أن يصل إلى النهائي الجميع الآن يرشحك يجب وهذا ليش أقول لك على اللاعبين النجوم يجب أن يكونوا قريبين للاعبين لتحفيزهم لعدم خلاص أني أنا فايز 3 أقتنع وأعتقد أني أنا وصلت نهائي لا أن أمامك فريق قوي أمامك فريق ممكن يفاجئك في أمور كثيرة ممكن لأنه ليس لديه شيء يخسره أكيد ولكن بوجود المدرب بصراحة يعطيك دافع أو يعطيك أنك أنت تستطيع تراهن على فريق زي الهلال في اللحظات المهمة في تاريخ الكرة في تاريخ الهلال أنك أنت تبحث عن هذه البطولة على الأقل في الفترة الأخيرة أنت الهلال استطاع أن تحقيقها ولكن في الفترة الأخيرة في أكثر من سنة أنت تكون قريب وتبتعد يجب على الهلال لاعبين الهلال التركيز داخل الملعب بدرجة 100% يجب أن تلعب وأنك خلاص زي ما قال الأستاذ عجلان أنك أنت المباراة الأولى تنسى أنك أنت فزت 3-0 وأكيد من يسير النادي أكيد راح يوصلهم المعلومة هذه ولكن ليش أقول لك النجم يجب أن يكون قريب للنادي للاعبين عشان يظل التركيز 100% في مباراة هذه أنت تمتلك الإمكانة الفنية تمتلك اللياقة البدنية العالية ولكن التركيز مهم في المباريات اللي مثل اللحظات هذه في مباريات مرت عليه كثير لما تلعب أمام فريق بقيمة النصر الهلال في مباريات وكان الشباب
بادي ان نحقق بطولات كان كان عندنا مدربين اكثر ما يركزون يقول لك ركز انت تلعب امام نجوم في الفريقين. اذا التركيز شفت تركيز ولا انت تمتلك الامكانيات. التركيز هنا ممكن انت تستطيع ان تتعدى فريق العين. اتمنى للفريق الهلال التوفيق لانه صراحه الان يمتلك نجوم قادرين على تحقيق البطوله. موفقين ان شاء الله وكل النجوم الكره السعوديه سواء في المنتخب او في الانديه التوفيق ان شاء الله. نعم ابو صقر الهلال قريب من البطولة الآسيوية، الوطن على اعتاب مجد جديد برعاية الهلال. هذا صحيح هو قريب وانا اعتقد يعني بعد صبر طويل 14 سنة يعني وهو يحاول، واعتقد انه في هذا الموسم يعني الهلال اذا لم يحقق البطولة في هذا الموسم اعتقد انه بتكون طامة عليه وعلى مسؤوليه، خصوصا انه احنا شفنا انه الكل ما قصر في هذا الموسم وقف مع الهلال. يعني شفنا كيف التسهيلات من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم حتى على مستوى القارة يعني الآسيوية، فصل الشرق عن الغرب، وهذا ما سهل المهمة طبعا سواء للهلال او لل يعني الشباب والاتحاد وكذا، والهلال هو من وصل. انا اعتقد الان ان هذه انا شخصيا أرى أنه متأهل أمام العين، متأهل والعلم عند الله سبحانه وتعالى طبعا. مع أن الكرة القدم يعني فيها من المفاجآت ما علمتنا في السابق، الاتحاد يخسر 3 ويفوز 5، الاتحاد يفوز على الكرامة 2 ويخسر 4، الشباب أيضا مرت يعني قصص كثيرة. لكن نقول وأنا شاهدت فريق ويسترن سيتي وفريق سيول، وجدت انه الفريقين بصراحه فريقين عاديين يعني يستطيع الهلال ان يتغلب عليهم. يعني تتفائل بتحقيق الهلال بطوله اسيا؟ اعتقد اخوي بدر يعني بصراحه ما بعد هذا السنه يعني السنه دي كل الامور ما يعني ماشيه بطريقه سلسه زي ما قلت لك. اهم انه فصل الشرق عن الغرب، بالتالي الهلال طول ال 14 سنه الماضيه هذه، مع انه الهلال في السنوات السابقة بالعكس كان يخرج من الأدوار البدائية من أم صلال وشارقة ووحدة شاهدنا، وفي بعدين أصبح يخرج من سيول ويعني الفرق الإيرانية. أعتقد أنه هذا الموسم كل شيء بصراحة هي للهلال. طيب. وأهمها ما قدمه الاتحاد السعودي لكرة القدم من تأجيل وتقديم يعني من مباريات. ما هو بأمر طبيعي يا أبو صقر؟ يجب أن يستقل الفرصة. ما هو بأمر طبيعي لما يكون هناك فريق يمثل الوطن وأصبح هو الممثل الوحيد أن يتم دعمه بكل الطرق؟ صحيح بالعكس يتم دعمه، ونتمنى إن شاء الله أن يستمر هذا الدعم للفرق الأخرى يعني إن شاء الله في الأعوام القادمة وكذا. هذا صحيح. نعم وهذا حصل في الموسم الماضي واللي قبله مع الأهلي والاتحاد والشباب. لا ما حصل مع الأهلي، ما حصل الأهلي لما تأهل لنهائي آسيا الأهلي قبل الأهلي موسمين قبل النهائي حصل هناك تأجيل وتقديم مباريات أبو صقر. لا الأهلي مع في دور الأربعة أعتقد لعب مباراة في الدوري المحلي ثم حاول أنه يأجل. عموما احنا نقول السنة هذه نتمنى إن شاء الله أنه تستمر التسهيلات لكل الفرق اللي تمثلنا في الخارج، ونقول للهلال يجب أن لا يعني بصراحة لا تفرط في هذه الفرصة لأنها سانحة لن تتكرر. لن تتكرر لك مرة أخرى. طيب كابتن فهد على عجلة، يعني أهم فريق اللي هو جوانزو خرج، مدرب الصعب اللبي أنت طلعت يعني الطريق سالك قبل مباراة الهلال والهلال، قلت من يتجاوز إن شاء الله بياخذ النهاية الآن للهلال. لاعبين رسالة، إحنا ندعم أي فريق يمثلنا. يعني تذكروا الامير عبد الرحمن بن مساعد تحمل الكثير لاجل ما يحقق البطوله، تحمل لا يعني اشياء لا تطاق لما تتابع الرجل هذا، حتى في داخل الملعب شوف كيف يعني رده الفعل سواء بالهدف الايجابي او السلبي. على اللاعبين استذكار هذا الشيء وتقديم هذه البطوله اقل تقدير هديه للرجل اللي عانى وتعب لاجل تحقيق هذه البطوله ويستاهل لو تحقق. نتمنى كل التوفيق للهلال في البطوله الاسيويه. ما عندي وقت ابو صقر، زالي وحده تفضل بسرعه. بس بسرعه انا جاتني معلومه انه نعم الصوره مع الامير فيصل بن تركي لكن التيشيرت مفبرك.
الصورة اللي عرضناها قبل شوي انها الصورة صحيحة. الصورة الرجل جالس يا فيصل تركي لكن التيشيرت ليس تيشيرت النصر. عد هذا احنا نحيله لصحيفة الرياضية، هم اللي بالضبط. هم اللي بالضبط. يوضحون نعم. الموضوع للرأي العام فقط ناقلين يعني. نعم ناقلين من او عرضناها للمشاهدين. طيب وهذه مصيبة، مصيبة اذا اصبحت فعلا هذه التيشيرت مفبرك من قبل على على الحكم النفيسة، وهو من اخبر بهذا الامر. هذه قضية، هذه قضية ثانية يعني قضية كبيرة. هو الان يقول لو انا ما لبست تيشيرت النصر. نعم. انا صورت لكن اذا فعلا فهذه عاد صحيح صحيح رجعنا صحيح. رجعنا لعوايدنا القديمة. عموما الدور الان على صحيفة الرياضية لايضاح الصورة وحقيقتها للرأي العام. عندنا عنوان في صحيفة الحياة. الاتفاق يعود لمنافسة الكبار من باب كأس ولي العهد. مشوار البطل يبدأ بالقادسية والأهلي أمام حاجز هجر. طبعا الحديث حول مباريات الليلة في دور 16 لبطولة كأس ولي العهد. يدشن بطل لقب مسابقة كأس ولي العهد في نسختها الأخيرة النصر حمل دفاعه عن اللقب عندما يلاقي القادسية في دور 16 على أرضه بين جماهيره في اللقاء الذي سيحتضنه ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في الساعة 8:15، فيما يستضيف الأهلي نجران ويلعب الرائد مع الاتفاق ويلتقي النهضة مع حطين. طبعا هذه مباريات اليوم في كأس ولي العهد. عندنا فقرتنا الأخيرة أبو عمر نقدر نأخذها أخبار سريعة قبل ما نختم الحلقة. طيب عطنا أخبار سريعة. في الجزيرة الرئيس العام يوافق على تخفيض رسوم عضوية بيوت الشباب بمناسبة اليوم الوطني. وفي الشرق الأوسط الكويت تجلب للعرب أول فضية في أولمبياد آسيا والبرونزية للبنان. الأولمبي السعودي إلى ربع نهائي القدم والصين تعجز عن انتزاع صدارة الميداليات من كوريا الجنوبية. في الرياضي العالمي بالطقم الجيشي كحيلان يوجه بارتداء رمز الانتماء والولاء والفداء والتضحية للوطن. في المدينة الهلال يواجه بطل السوبر الإسباني وثالث البوندسليغا. وفي عكاظ عنوان نهائي الآسيوية في نوفمبر. في صحيفة الرياضية الخبر والعنوان الذي تحدثنا عنه قبل قليل، المراقب ارتدى شعار النصر والمهنة يستنكر، المراقبون يمثلون اللجنة ولجنة الحكام تحقق في صورة النفيسة وفيصل بن تركي. صحيفة الوطن السجن والجلد ينتظران مقتحمي مباراة نجران والاتحاد. والرائد يوافق على استقالة الهزاع خبر في صحيفة الحياة. في النادي رسالة من جماهير الاتحاد توجهها للجنة الانضباط، أين العدالة؟ وفي دوري ركاء الرياضية في صحيفة الرياضية النهضة تراجع الوصافة والوحدة واصل التعثر والباطن استمر في التقدم، الاتفاق يتربع على الصدارة. وصلنا إلى آخر فقرة في حلقتنا. أبو صقر في 30 ثانية إذا أردت أن تضيف شيء. أنا أقول بس طبعاً اللي أخوي فهد الكلثم أنه الآن وصلتني رسالة من الأستاذ خالد المصيبيح
يقول في وقت سابق اتصل علي الأستاذ جمعة الحربي، وهذا مصداق لكلام أخي فهد، ويقول يعني كان يثني على ما قدمه وكذا، وكنا نتحدث عن التاريخ القديم. فإحنا نقول يا ليت يا عبد الرزاق، دكتور عبد الرزاق داود، على الأقل نستعين بهالخبرات، مو شرط أنهم يكونون ضمن أعضاء اللجنة الدائمين اللي يدرسون، ولكن أيضاً مو على الأقل يجب يا عادل، يجب مو على الأقل يجب. أنا شخصاً أنا أقصد أن في لجنة موجودة، لكن هذا اللي بذل مستشارين. واضح، شكرا أبو صقر. يعني أنت تعمل وتقدم، وبالتالي نشوف ماذا يعني يقدم لنا الأستاذ جمعة أو الأستاذ جميل حمسي. جميل، شكرا للأستاذ عادل الملحم الكاتب الرياضي الإعلام الرياضي لتواجدك معنا في عالم الصحافة من مدينة الدمام. أيضا كل شكر الكابتن فهد الكلثم في 30 ثانية أقل بعد. في وقت تعيين أو ترشيح رئيس الاتحاد كرة القدم كنت أنا في الاستوديو وقلت وجهة نظري في الترشيح. قلت يجب أن يكون الرئيس قوي جدا، وكنت أعني أشياء حولها هالات. الآن أقول لك، كان حدسي في محلة، ما يدور حول الرئيس الاتحاد أقوى منه بكثير. شكرا جزيلا، شكرا للكابتن سعيد وجودي معك، سعيد وجودي مع الأستاذ عادل لاعب الشباب السابق. شكرا لكم متابعينا، كل شكر لكل من تواصل معنا غدا موعد جديد، لكم كل التحايا من فريق العمل، إلى اللقاء. أرضنا، عشقنا، ماضينا، حاضرنا، مستقبلنا. سلمت لنا وطنا شامخا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان، نحييكم دائما عبر قناتكم الرياضية زمان، أسعد بصحبتكم من خلال هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم حديث الذكريات. حلقتنا لهذا المساء مع نجم منتخبنا الوطني السعودي السابق ونجم نادي الهلال الكابتن سعد مبارك. مرحبا فيك أبو فهد. مرحبا أخوي خالد، حياك الله. سعداء جدا باستضافتك في هذه الحلقة، ونشكرك على استضافتك لنا في منزلك. الله يسلمك، وشاكرا حضوركم طبعا، وإن شاء الله تكون حلقة موفقة بإذن الله بمشيئة الله تعالى. مثل ما عودناكم مشاهدي الكرام، تقرير نقدمه عن ضيفنا في حلقة هذا المساء، وبعد ذلك نعود إليكم.